اخرى تورونا. لا خلاص كده اللايف ستريم بدأ. بي يور سيلف، في ريلاكس بس، ده الموضوع كله. ده يومك انت، وده ده حفلتك انت، انت اللي بتسوق الستوري يعني. إن شاء الله شاركوا في الصفحة دي. دكتور ياسين. طيب بسم الله، لحظة بس، المشكلة في الصوت. موجود في مجموعة الباحثين السودانيين. اي اس اس بيحصل لايف ستريمينج هناك، خلينا نشوف الرابط وبنشيره هنا ده في ال... طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبادرة الباحثين السودانيين تتشرف اليوم بإعادة النمط الجميل، بنمط الخميس، بسهرة الخميس، بورثة الخميس، بورثة العلم والمعرفة. قبل ما نخش ونعرف الضيف، طبعا بنترحم على جميع الشهداء وجميع الذين صغتوا لهذه الحرب العبثية التي تدور بشدة بعيدا عن العقلانية وبعيدا عن الإنسانية وبعيدا عن كل شيء. هذه الحرب التي افتعلت من أجل الكراسي، من أجل السلطة، من أجل تمكين كل ما هو قبيح وكل ما هو لا يشبه السودان. مبادرة الباحثين السودانيين دوما وأبدا معكم على الدرب. نواصل مسيرة المعرفة، نواصل مسيرة الإنتاج الثقافي، الإنتاج الأكاديمي، وها نحن نعود من جديد في ونسة على دروب النجاح. وفي هذه السانحة نشكر مبادرة الباحثين، يعني جميع المشرفين وجميع المدراء، وعلى رأسهم الدكتور أنور دفع الله صاحب المبادرة العظيمة، المبادرة العملاقة التي تهتم بالبحوث وتهتم بالأكاديميين وتهتم بالإنسانية. الليلة يا جماعة الونس بتاعتنا حتكون مميزة جدا جدا. الضيف ده ما حتكلم عنه كثير، لأنه يعني دايرين يعني نستنطق إن إحنا نستنطق الرجل الجميل الأستاذ شاذلي عمر. ويعني شاذلي إنسان جميل جدا جدا، يعني مما بدينا نتواصل وبدينا إنه يا جماعة إحنا والله دايرين نعمل معاك ونسة، الراجل يعني أنا توقعت إنه عنده حاجة هناك في يده طوالي، خلاه طوالي بدأ يتجاوب معانا، وكان كل الإجراءات في الباك جراوند كانت يعني سلسة وجميلة كشخص جميل. الليلة إن شاء الله يا جماعة هنرحل عبر يعني حاجة، يعني حاجة يونيك، حاجة يعني حاجة مميزة جدا جدا، يعني رجل جمع بين الأكاديمية وبين الرياضة. يعني كلنا احنا هواة الرياضة، يمكن دكتور أنور ده الفوتبول أو كرة القدم ما عنده بها علاقة، لكن السنة اللي فاتت شفناه في مونديال كأس العالم في الدوحة بيهلل يعني في المدرجات، فده إنما يدل على إنه كرة القدم بدأت يعني يعني تمشي لحتات بعيدة جدا جدا. نرحب بضيفنا الجميل شاذلي، طوالي أنا بديك المايك. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. شاكر جدا جدا لهذه الفرصة، أنا أفتكرها فرصة يعني ما سهلة، من مجموعة الباحثين السودانيين ومؤسسي برضو دروب اللي هو ونس على دروب النجاح، ومنتدى الاقتصادي اللي قائده عدد من العلماء، أنا بسميهم العلماء في عدد من التخصصات المختلفة، يقودهم الدكتور أنور دفع الله والدكتور ياسين وفي بروف الصادق. يقول أنا أفتكر أنه برضه محمد عمر والمجموعة اللي خلف الكواليس كلهم ملهمين بالنسبة لنا، وأنا واحد من الناس اللي كنت يعني very admire يعني وانسباير يعني، ويمكن ما وصلت له من محطات متواضعة الآن، هي لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى متابعة الناجحين، لأنه في واحد كان كلمنا زمان أنه احتكوا بالناجحين بيزيدوا فرصكم بتاعت النجاح، فبجد الواحد احتك وإن كان أونلاين أكثر شيء، والآن الواحد ما كان يعني بيشوف نفسه أنه وصل المرحلة الممكن يستضيفوه في دروب النجاح، ونسب في دروب النجاح.
نعم، نتشرف ونسعى على دروب النجاح. تتشرف جدا بوجودك معنا حبيبنا استاذ شاذلي. طيب شاذلي، احنا حنرجع كوره شديد، يعني دايما نعرف شاذلي ده ذاته جاي من وين، ويعني النشأة والميلاد. والله قبل ما ننشأ على الميلاد برضو أنا برسل رسالة بتاعت سلام وأمان لكل الشعب السوداني من المنصة دي، أنه نتمنى يرجع علينا السودان الجميل بسلامه وبأمانه وبطيبته وبالبراند بتاعه المعروف يعني لكل الناس. يعني نشأ الميلاد يعني الشاذلي زي ما بيقولوا يعني دائما أقارن بين الشاذلي زمان والشاذلي الآن، اللي هو بداية من تحت الصفر. يعني ده ملخص النشأة، بداية من تحت الصفر، اللي هو ولدت في منطقة الصحافة، صحافة الخرطوم، اللي هو أسرة الوالد هناك موجودين، الوالد عبد الله عمر، وبعد ذلك ترعرعت ونشأت في حي الإنقاذ جنوب الخرطوم، ودرست في مدارسها، بديت من قبل ما يسموها الحي الإنقاذ، كانت لشش فلاتة زمان، وبدأت في مدارسها كطالب عادي جدا جدا، ما عنده أي نوع من النبوغ ولا من التفرد ولا من التميز في أي نشاط من مناشط المدرسة. فقط أكثر حاجة كنت بتميز بها اللي هو بصفك للعشر الأوائل في المدرسة 8 سنوات، لغاية ما طلعت من المدرسة سنة 1998، ما أحفظ فيها إلا الأوائل والنابغين في الكورة والنابغين في الثقافة، في بيقدموا الحاجات بتاعت الطابور دي، كان بشوف الأشياء دي غريبة جدا جدا بالنسبة لي، لغاية ما نجحت في 141 وثانوي 61 مدرسة الامتداد الثانوية، وفقدت الأمل إنه ممكن يقبلوني للجامعة. طبعا الواحد طيب هنا أيوه معلش نوقفك، ما يعني ما تسوقنا سريع كده، يعني احنا دارين ده. طيب يا شاذلي، المدرسه يعني المدرسه طبعا اكيد يعني بيكون في حاجات كده، في اضواء كده يعني جذبتك، يعني ما بالضروره الاضواء دي انت اصطحبتها معاك طولة مسيرتك كده، لكن بيكون مثلا الاساتذه، بيكون في زملاء مميزين في حاجات، يعني مثلا بيكون استاذك مدير المدرسه بيكون هو المثل الاعلى بتاعك، بتحاول انك تقلده، بتحاول الحاجات دي يعني مرض عليكم انت في المدرسه الابتدائيه والمتوسطه؟ ايوه نحن طبعا اخر ناس امتحنوا تامنا، يعني ما حضرنا المتوسطه، لكن اخر ناس امتحنوا تامنا، واول ناس بدينا احتمال بعد الغاء المتوسطه. فالمدرسه مدرسه الانقاذ او حي الانقاذ الثانويه، انا طبعا افتكر فيها كل التفاصيل الصغيره والكبيره، كانه كان العقل الباطني كان بيسجل وصايا وارشادات ونصائح المعلمين والمعلمات، من ضمنهم عدد كبير يمكن بدون أثروا فيني، ألهمت أنا بالمعلمين وألهمت بالزملاء برضه، يعني ألهمت بهم تماما. من ضمن المعلمين اللي أنا ألهمت به يمكن في أستاذ اسمه أستاذ علي الدماري. أستاذ علي الدماري كان بيقول لي يا بروف، لما نيجي ندخل في الصف بتاع الجلد بتاع عدم الإملاء وحفظ الكلمات بتاعت اللغة الإنجليزية وكده، كان بيقول لي تفضل يا بروف، كان بيقول الكلمة دي، ولاحقا طبعا بيجي يقولوا علي في الجامعة كلمة بروف هذه، دي كانت واحدة من الكلمات، لأنه أنا كنت ببحث معناها شنو يعني بروف، حاجة كويسة حاجة كعبة وكده. هو كان واحد من الأساتذة اللي بيدرسون اللغة الإنجليزية واللغة العربية، ومن ضمنهم برضو الأستاذ أحمد عبد الرازق. أستاذ أحمد عبد الرازق ده هو أستاذ بتاع الرياضيات وجغرافيا، يعني كان بيضيف كرياتيف تولز، اللي هو بيضيف أشياء إبداعية لما التابعة نفسه قبل ما إحنا إنجوي الحصة ذاتها يعني. والغريبة كان بينفق من جيبه، بيجيب معاه أدوات بتاعت الهندسة بيشتريها من عنده، بيجيب طباشير ملون من عنده، بيجيب كل الادوات التعليميه اللي بيستخدموها في العمليه التعليميه كان بيجيبها، سبحان الله، بالرغم من كان المدرسه يعني
فيها تحديات، والأساتذة كانوا بيقابلوا عدد من التحديات. عدد من الأساتذة منهم برضو أستاذ عصام محمد صالح أو عصام بيسميه أستاذ فوكس بتاع لغة إنجليزية، هو كان جميل، جميل في اللغة وجميل في اللغة العربية. لما نيجي أشرح لك مثلا واحدة من القصائد جارة الوادي وغيره، كان بيستضيف معاه عدد من الأساتذة ويقوموا بينا بسياحة جميلة في حدائق القصيدة نفسها، وداخلين بوردة وداخلين بأشياء جميلة ولابسين كويس، ونحن ذاتنا نكون كان يعني كأنه في رحلة. في أستاذة إنعام وأستاذة الرياضيات أنا ما أنساها، يمكن هي جزء من الناس اللي خلونا ندرس جامعة جوبا وكده في الاقتصاد، اللي هو أستاذة فايزة، أتمنى هي تكون بصحة وعافية. كانوا ملهمين جدا جدا يعني، الأستاذة فايزة بتخصص أستاذ طارق. الطلاب في واحد اسمه عبد الوهاب، ده كان يجي عدد من الصناعات زي ما يقولوا، تلاوة القرآن الجميلة أول المدرسة أستاذ هنا هو طالب معانا، وفي نفس الوقت كان نموذج ولعاب في الكورة، كان كابتن المدرسة عليه، فجعمل له أكثر من أشياء. وفي واحد برضه اسمه بكر هارون او بابكر هارون، واحد من الطلاب دير، كان انا بشوفهم يعني منطقه كده الواحد كيف يصليها. حتى الان انا بسالهم بقول لهم انا لو دار اصليكم كيف؟ لانه يعني كانوا شطار مؤدبين مهذبين، عندهم اخلاق جميله، اخلاقيات جميله، وكانوا متواضعين في نفس الوقت، ما بتحس بانه ده اول المدرسه. وطبعا اول دي واحدة من الحاجات اللي أنا كنت بشوفها، واحدة من الحاجات اللي ممكن أنت لو ما أول مدرسة ما بقيت الأول خلاص أنت انتهيت يعني حياتك ما حد. دي كانت الفترة بتاعت المدرسة و جميل يعني نعم جميل جدا جدا. يعني اسف احنا يعني ربنا يعافي ان شاء الله، ربنا يعافي الخرطوم وجميع احياها وجميع تفاصيل الجميله. يعني في ستبقى الخرطوم كما هي الخرطوم، يعني هي عاصمه السودان وهي العاصمه الحضاريه وهي يعني عاصمه التمازج. يعني ما يتخلي في مدينه يعني جمعت كل هذا الدايفيرسيتي زي ما جمعت الخرطوم. يعني كان في تعايش وكان في ونتمنى احنا كلنا تفاؤل رغم الاحزان ورغم الاحن والمحن، كلنا تفاؤل وكلنا يعني ثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه الخرطوم ترجع اجمل واجمل. طيب يا شاذلي، الثاني انا دائما بركز على ثالثه ثانوي، يعني لانه ثالثه ثانوي دي بتحصل فيها مطبات كثيره جدا جدا وبتحصل فيها يعني شد وجذب من الأسرة، من المجتمع، من المدرسة، من الجامعة اللي أنت حتمشي لها، من البيئة العامة يعني المحيطة بثالثة ثانوي. يعني قبل ما انا ادخل ثالثه ثانوي، لما نجحت كان نجحنا 9 نفر في الفصل. طبعا فصولنا كانت بيكون مقابل كل استاذ في اكثر من 50 طالب، مقابل كل استاذ واحد يعني، الفصل بيكون يمكن فوق قريب 200 طالب وكده. نجحنا 9 كان في المدرسه. لما مشيت كلمت راس البيت لانه انا نجحت جبت 141، وشايف انه تاني ما في عمل، انه الواحد مفترض يشوف لي صنعه تانيه يدخلها واكبر البيت وكده ويلحق البيت يشوف الحاصل شنو بعد ذاك يعني. فلقيت الدموع بتاعت الوالده انه انا نجحت، فدي اثرت فيني شديد. لاول مره انا اشوف من كنت كان اصفي كتير 8 سنوات للناس، واجي القى الناس يهنوني اقول لهم مبروك. فدي واحده من الحاجات اللي كان يعني اثرت بانه انا اعيد النظر في موضوع القرايه دي تاني من جديد يعني. فالوالدة في نعم ربنا يديها الصحة والعافية، فقالت لي مباشرة أنا أنت حتواصل، وما في أي كان يعني أمل أنه زول يواصل مع الظروف اللي كنا نعيشها وكده. فقالت لي لا لا، أنت أكبر البيت وصح محتاجين ليك وعندك أخوانك وراك، لكن اللي يجب أن تواصل الدراسة. وفي المقابل الوالد برضه نفس الشيء، عبد الله عمر ربنا يديه الصحة والعافية. فما كان يقبلوك في الثانوي يعني، بالنسبه لي الثانوي كان بالنسبه 141 صعب ادخل، فجيب له الناس ممكن في الفصل جيب له واحد فقط في منطقتنا. بعد ذلك بقينا نشوف الدراسه الخاصه كيف والحاجات دي. في اللحظه دي طبعا في حاجه غريبه، انا كنت شغال جرايد، طبعا ببيع جرايد في السوق كنت ببيع جرايد في السوق مع الخال محمد ابوه ونيران بنسميهم.
من ضمن صفحات بتاعت الجرائد قريت انه في مقاعد شاغره في عدد من المدارس في الخرطوم، من ضمنها مدرسه الامتداد الثانويه. فطبعا وانا طبعا الجرائد انت بتلف الخرطوم كلها، طبعا بتمسك من السوق الشعبي بتلف الامتداد كلها، بتلف الامارات برجلينك، بتلف البيئة اليوم ديل كلهم زباين، بتلف تاني الباصات السفريه كلهم ديل، يعني ديل كلهم انت بتلفهم. فمشيت المدرسة وأنا شايل الجرايد، دخلت مكتب المدير، أي واحد بيقول لك جيب جريدة الدار جريدة شنو، المهم الجرايد اتوزعت وأنا كنت جايب الموضوع تاني. قلت لهم لقيت في مقاعد شاغرة وكده وأنا جايب 141 وكده، قال لي طب وأنا أمشي مكتب التعليم وأكمل الإجراءات وتعلينا. والحمد لله جينا وجبلونا في مكتب في فصل خاص اسمه علي، دي للطلاب الاقل نسب يعني اللي جيب لهم في مقاعد شاغرة وجيب لهم بقروش مثلا يقولوا. فده دي الثانويه كان في استاذ عمير كان واحد من الاساتذه دي المقاعد يا شاذر كان بيقولوا على اتحاد معلمين مش كده؟ ايوه بالضبط يعني اتحاد معلمين ايوه اتحاد معلمين، لكن رجل داخل انت بالشاغرة عارف انا اتحاد معلمين دي انا ذاتي انا ثالثه ثانوي برضه قريت اتحاد معلمين لسبب ثاني يعني، بس انه اول حولوني من مدرسه اي لمدرسه وما في قضيه غير اتحاد معلمين لا انا يعني، اتحاد معلمين اكتشفت دي فقدت القصه دي فيها، ذاتها بالقصه دي، انا دي في فرصه اتحاد كويسه. معلمين دي فقدت فيها الامل يعني، ما كان عندي لا قروش. طيب انت زوج بتاع اقتصاد، انا في حته مهمه جدا، اي ده اتحاد المعلمين طبعا هي معموله اساسا عشان القروش اللي بتدفعها انت تمشي لاتحاد المعلمين وتتوزع كسيرفيس للاساتذه، ده الايكونومكس بتاع البيزنس موديل بتاعها. فانا بس دارس على كسي في خلال الشغل بتاع الجرايد، بالمناسبه انت ثالث زول انا بعرفه اشتغل جرايد، واسي الزول ده مميز جدا جدا في حياته، نعم لدرجه انه انا بقول انا اي مست انه انا ما بعت جرايد، قريت لي لو بعت جرايد انا كان عندي طبليه في يوم من الايام. يا سلام بس انا بدي اسالك سؤال، انت في خلال لفك الجرايد قلت بتلف الخرطوم كلها، هاي بس كده اخذنا في من ما الجريده دي منو بيمول لك شراء ذاته كراس ماله، ولا ايوه انت بتعمل رنتل ولا شنو لحد ما تبيع، ودارك هاي بس تدي ضوء بسيط كده عن تعامل الناس معك، انت ما طالب صح حايم وكده وبتاع، ضروري الكلام ده يكون فيري ترانسبيرنت اونست، احنا في فتره انتقاليه هسه في حرب، يا لازم سلام نعرف نفسنا احنا منو وضعنا شنو عشان نقدر نمشي لقدام. ده نسمع منك انت زول صاحب فيرست هاند اكسبيرينس. ما هو الجرايد دي اول حاجه الوالده كان كونه انا مش اشتغل اي شغل تاني وانا صغير، عمليه خطره شويه بالنسبه لي. في خالي شغال في دار التوزيع عنده مكتبه، دار التوزيع بيشيلوا منها الجرايد بيجيبوها على المكتبه بدون قروش طبعا بدون راس مال بالعلاقات، بعد تنتهي نهاية اليوم الراجع بيرجع لدار التوزيع والاتباع بياخذوا الأرباح بتاعتهم ويرجعوها. فنحن كان بدونا نشيل من المكتبة دي بتاعت الخال محمد أبو ربنا يديه الصحة والعافية، بنمشي نوزع بنمشي نوزع طبعا راس مال زيرو هنا بنمشي نوزع للباصات السفرية، وطبعا بالذات لو لقينا اثنين كده قاعدين مع بعض مخطوبين جدد وكده وواحد بيطلع لهم هو وهي وما عارف يعني بتعرف كيف تأثر عليهم تعرف السايكولوجي بتاعت ذات السايكولوجي المشتري هاي نبض كده. الكبير والاشياء دي يعني. ودي واحده من الحياة اللي كانت يعني مريحه بالنسبه لنا، لانه جرائد بصراحه الشعب السوداني بيقرا الجرائد، ولما يكون عندك ريستي صغير بتفتح الحياه اللي انت بتحبها في الجرائد بتقراها بالمجان، لانه انت ما حدك تشتري جريده اصلا وحتقرا مجلات بتتابع سيدتي بتتابع معرفه زهره الخليج الاشياء دي. احنا ابتكرنا حاجه جديده عشان نبيع الضغط، لانه احيانا لو ما في حدث كبير ممكن الجرايد ما تمشي، لو المريخ ما غلب الهلال والهلال ما غرب المريخ الجرايد ممكن ما تمشي، احنا نتابع المباريات دي على اساس انه الجرايد تمشي يعني. او ما في خبر كده في الدار ستات البيوت ما بيشتروا الدار مثلا، اكثر ناس بيحبوا جريده الدار وكده. احنا ابتكرنا طريقه لناس السوق الشعبي اللي بيبيعوا الملابس، اللي هو طريقه ايجار الجريده نفسها كدخل اضافي، ناجر الجريده بنفس الربح بتاعها اللي بنلقاه لمده ساعه بياخدوا مننا الجرايد، ممكن احد الكلام ده يلقى. الكلام ده كاتبينه مدونينه موثقينه في حتة والله انا لانه انا دي كان محمد البلال الطيب فتح فيني بلاغ في الحته دي، كان يا الحته اخي، دي معقول يا اخي ده انوفيشن
ده ابتكار، ده بيزنس جاي موديل جديده. يفتشوني، يجي يفتشوني في السوق وكده، وفي النهايه ايجار الجرايد، وكتبوا عنها، كتبوا عنها، كتبوا عنها مقالات بانه هي احيانا في بعض الجرايد لما ترجع عليهم هناك في دار التوزيع او الشركه الطابعه او دار البلد ولا غيرها، بيلقوا انه بعض الجرايد مفتوحه ومقروعه، وكيف ما يتباع؟ فنحن قام بنأجرها ونبيعها في نفس الوقت عشان نزيد الكلام ده عملته انت شخصيا يا شاذ والله انا واحد من الناس اللي انا ما اعرف قبلين بالتدريب؟ عمل الكلام ده، واحد من الناس اللي انا اول واحد يمكن اشتغلت فيه، لكن احتمال في ناس قبلي وشغالين، هو طبعا شغل ممنوع لانه انت ما ممكن تأجر جريده 5 مرات تجيب قيمتها 3 مرات 4 مرات تبيعها الكلام ده ثاني. ما حصل في نتفليكس، والكلام ده حصل في اي رنتال بتاع الكلام ده في استديوهات يعني في يعني امسك من يعني 99 وانت ماشي، يعني 97 99 يعني، وفي راسنا عدد من التحديات يعني. الكلام ده يا شيخ اللي سنة كم؟ الكلام ده امسك تسعينيات يعني نهاية التسعينيات كده، يعني من 90 وانت ماشي 2000 2001 97 في فترتي الحاجة انا دي ما قريناها في السيرة الذاتية بتاعتك، ودي حاجة you should be very proud of، يعني حاجة تكتبها انه يا اخي انا والله invented يعني هنا rental business model، لانه الناس الجريدة بدل ما يشيل زول واحد يشيلها ثلاثة أربعة خمسة أنفار. بس انت لو كنت خطيت ليك زي ما يقولوا قرش ولا قرشين يطلعوا للجريدة، ما كان في زول يكون عنده معك مشكلة. ها ما الخوف انه يكون في بلاغات تجي وكده، وفي ناس يمكن كانوا بيعملوا الحاجه دي بالخفاء وما معروفين وكده، لكن انا اكثر لانه جه سالوا مني زملائي، يعني عندي زملائي الان كلهم دكاتره في جامعات وكده، كانوا بيلفوا معي في السوق، قال لي اعمل حسابك الحاجه دي بدات تتعرف هناك يعني من فوق يعني. اي هذه حاجة طيب حلوة، يا شكرا جزيلا. طيب جميلة جدا جدا دي، نحن برضو حنرجع لها لقدام يعني عشان نشوفها من منظور اقتصادي، من منظور. طيب يا شاذلي، فصول اتحاد المعلمين، يعني فصول اتحاد المعلمين دائما بتكون يعني الاهتمام بها أقل يعني، تمام؟ فوين كان مفروض يعني، مفروض طالما الطلبه دي بيقبلوهم تحت سقف المدرسه الواحده وبيبقوا طلبه وكده، مفروض يكون نفس الاهتمام، لكن دائما بنسمع انه فصول اتحاد المعلمين يعني فيها، هل هي الموضوع ده استجمة يعني والله حاجه فعلا صحيحه انه فصول اتحاد المعلمين انذاك ما كان بتلقى نفس الاهتمام بتاع الفصول الغير اتحاد المعلمين انجاز التعبير؟ والله فصول اتحاد المعلمين اول حاجه وانا قالوا علي، طبعا قالوا علي المتفوقين اللي معانا في المنطقه، قالوا علي انه انت ما تقول جيب لوك في المدرسه، انت دخلت فصول اتحاد معلمين، لانهم جايبين نسب اكبر مني ومشوا مدارس اقل مني بالتوزيع الرسمي يعني، لكن انا مشيت بالشواغل مدارس افضل منهم. فصول الاتحاد المعلمين فيها العيب، الاستيغما اللي انت قلته فيه عيب، زي طالب الدبلوم مثلا في لما انزحرت برضه فيها عيب، عشان كده ما بيكون انت ما بتكون يعني وسط جيلك وكده ما بتتكلم عنها كثير يعني، لكن بتزرع فيك تحدي بانه انا يوم من الايام يجب ان اطلع من المحطه دي واشوف المحطه اللي غيرها. بالنسبه للاساتذه بيهتموا بالمكتب بالفصل ده، في اساتذه عندهم اهتمام شخصي بالموضوع، احتمال عنده علاقه بحياتهم وكده، في اساتذه هي بالنسبه لهم دخل اضافي زي ما قال دكتور ايمن دكتور انور في الخدمات العاديه، فطور الاساتذه كان يمول من المطبخ بتاع الاساتذه في المدرسه، يمول من الفصل ده، وفي الفصل ده فيه اولاد بتاع الناس اغنياء على فكره، فبالتالي ممكن يكون دروس خصوصيه ومصدر دخل اخر للاساتذه في البيوت وكده يعني. فهو فيه جانب برضه ايجابي كويس جدا جدا للاساتذه، لكن مع مقارنه مع الفصول الثانيه لا هو اقل، انا ما اعرف السبب شنو، لكن اقل في اي حاجه يعني حتى التحصيل الاكاديمي برضه اقل يعني. انا ما طيب اعرف. يا شيخ، استمرينا في المدرسة، و جينا سنة ثالثة، يعني كان شعورك شنو وانت خلاص يعني ممكن تكون على احتاب الجامعة وممكن تكون على احتاب الحياة العامة يعني وظيفة أصلا جاهزة يعني بتاعت الجرايد هذه بتاعت الجرائد؟ نعم. والله كان أنا عندي تحدي اكتشفته في نفسي بعد ما طلعت من المدرسة الأساسية، اللي هو عندي نقاط ضعف بصراحة في بعض المواد، منها الرياضيات منها الإنجليزي، ما كان أفهمهم تماما، لا إنجليزي لا رياضيات.
فكان في واحد اسمه متولي، حسي هو دكتور في واحدة من أظن المستشفيات البريطانية زميلنا، ربنا يديه الصحة والعافية. طوال بيكون عنده الكتب بتاعت الهيد واي، تلقى فاتحه يقرا فيه طوال كده وبناء. فده واحد من الناس اللي انه خلاني انا برضه ليه ما اعجل الموضوع ده عن طريق الزول يعني مثلا. فجيت سالته قال لي امشي جيب بس اقرا بس. فبدات اشتغل في اللغه الانجليزيه مع الكورسات بتاعت المدرسه، في الرياضيات مع الكورسات بتاعت المدرسه. وطبعا انا ما عندي اي سورس بتاع اضمن امشي اشتغل مع استاذ خصوصي نهائي، ما في ما في امل ذاتك في اللحظه دي. لقيت لك ورقه في الشارع مكتوب عليها انجليزي، مشيت جبت الديكشنري في سوق كان اسمه سوق الجانس في السوق الشعبي. السوق ده بيجيبوا فوقه الكتب القديمه في الواطه بيفرشوها، الملابس القديمه الحاجة. بنمشي هناك بنركز على الكتب دائما، نشيل الكتب اللي عندها علاقه بالانجليزي الديكشنري. بنجي اي ورقه لقيتها انا في الشارع بترجمها، بغض النظر انه صح غلط بترجم حنان، اي ورقه اي ورقه لغه انجليزيه، اي مراجعه بتاعت رياضيات بدخل. المهم لحتى ردمت الهوى بين الانجليزي والرياضيات اللي ممكن تطلعني برا الامان انه يكتبوا لي نجاح. وفعلا نجحت ب 61 وما في جامعه اصلا، عارف ما حيكون في جامعه. لكن نجحت في الثانويه. طيب نجحت اللي هي بنسبة 61%، مش كده؟ ايوه 61%. ايوه يلا طيب، استلمت الشهادة بتاعتك وخلاص، يعني هل انه والله دي نهاية المطاف، والله برضو كان عندك يعني عايز تمشي زي ما الوالدة هناك ادتك دفعة وخلتك انك انت تمشي تفتش، ولقيت الفرصة بتاعت مدرسة اتحاد يفص قبول اتحاد المعلمين في مدرسة الامتداد الثانوية. ال 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 الرحلة دي هنا، يعني الحاجات اللي خلتك انك انت تكون يعني تديك دافع زيادة، او خلتك انك والله انا ارجع، يعني انه والله يا اخي الموضوع ده ما حتة انه انا اخش الجامعة مع ظروفي الأسرية، مع ضعفي في بعض المواد، ده خليني بيثبتني انه انا ادخل الجامعة يعني. فانت كنت وين في الحتة دي؟ والله كان هنا أول حاجة الفرحة زادت في البيت أنه نجحت، تاني معناها ما في وقوف في القراءة، تواصل 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 أي حاجة، تواصل دي أنا سمعتها وما في عمل دليل القبول معروف يعني واضح، يعني ما في أي حصار، ما عندك فوق الكم وسبعين ما تحاول ذات أصلا ولا دبلوم في زمننا 2003 2002 2003 كده، ما تحاول اصلا الا دبلوم، وفي الدبلوم ذاته لازم يكون ولايات. المهم في كان القصه بتاعت الخدمه الوطنيه ازاة السودان السادسه، جات في الفتره دي، في احنا كنا في جبل اولياء، المظلات جبل اولياء، وزعوا النتيجه طبعا من داخل المظلات جبل اولياء، وكان في واحد من اوائل السودان معانا كان في نفس وده كان عفو من الطابور بتاع الليل، لان احنا نجيب طبعا للساعه 12 اداره وشنو الحياه لانه الاول وكده، والاحتفاء بتاع الناس والاخبار واول السودان. فدي واحده من الحياه اللي خلتني انا برضو اجلس معاهم كثير، يعني اوائل السودان هناك اسالهم كيف انتوا بقيتوا الاوائل، هل انتوا بشر زينا او كده كده احكوا لينا، الواحد حتى يسلم عليه في يدينه وكده ويتاكد انه هل ده نفس الاشياء. فدي ادتني دافع انه يا اخي انا كده اواصل اما اعيد او ابدا زي ما قالت الوالده ابدا بالدبلوم. وهي جاءت الروما، كلمه روما هنا اي زول عنده روما وعنده روما بتاعته اللي بيصليها ويصليها كيف. ثاني رجعت للجرايد بتاعتي وواصلتها لغاية ما قدمنا وشالوني دبلوم جوبا المدينة، ما جوبا الخرطوم، لأنه جوبا المدينة أنا ما مؤهل أشيلوني في جوبا الخرطوم دبلوم. فهنا جاء حصلت معجزة صغيرة كده، أنه أنا سبيت تمشي مع الحرب وكده، كان يا دوب السلام للساعة وكده في الجنوب تمشي تدرس، وهي ذاتها دايره حسابات وانت اول البيت وانت وكبير البيت، هنا برضه في مصدر بتاع دخل برضه ممكن يحصل فيه ديفكت يعني. فالوالد طبعا بيشتغل في الحلاقه،
كرسي الحلاقه ده طبعا بيقعد فوقه وزير رئيس، بيقعد فوقه اي زلمه كرسي الحلاقه ده، على فكره يستفيدوا منه كثير كرسي الحلاقه ده. فبالصدفه جاء واحد من العمده في جامعه جوبا الخرطوم وجلس ويتكلم معه، ان دي ولا دي شغله في جوبا المدينه وكيف يمشي ولا ما، قال له لا لا ما يمشي اصلا، هناك ما في دبلوم، ما مفعلين الدبلوم في جوبا المدينه. الوالد عبد الله ربنا يديه الصحه والعافيه، انه انتظر هنعمل لهم بس معاينات، وفي المعاينات ما هيتكلم كلام سلبي عن الجنوب وكده، لانه كان في تعبئه كده انه الجنوبي الجنوب انا يعني تعبئه كده بانه حاجه ما كويسه كده ايام الحرب وما الحرب الداير في ترجمة. فيحاول يتكلم بشكل ايجابي بيشيلوه في الخرطوم. وفعلا الناس اللي دخلوا قدامي سالوهم هتمشي تقروا في الجنوب؟ قالوا لا الجنوب ما بنمشي وما، فانا دخلت قلت لهم شنطتي بره بتاعت الحديد جاهزه الان اسافر امشي الجنوب، لانه يدي البخر انا. فقبلوني في الخرطوم، قبلوني في مركز دبلومات جامعة جبل الخرطوم اللي هو قريب لكمبيوتر مان في الصحافة أركبيت، والحمد لله كان المبلغ يمكن كان كبير بصراحة 680 في الزمن ده 2003، مبلغ كبير خالص، لكن الوالد لا طريقة اللي هو طريقة الصندوق، عندهم صندوق كده قالتنا يا اسمها سلام. ربنا يديها الصحة والعافية، الصندوق ده بيشتغل سنة كاملة على فكرة عشان يوفر له 680، سنة كاملة عشان يوفر له 680 عشان امشي ادفع للجامعة. فأول محاضرة بعد ذاك تعرفنا مع بعض مع المجموعة اللي معانا في القاعة، فكانوا مستغربين انه انت 61 واحنا فوق ال 80 و70 قاعد معانا هنا اقتصاد ومصارف كيف؟ قلت لهم والله يا جماعه انا جيت بالصدفه، اصلا كان مفترض امشي جوا المدينه، ولكن الغدر جابني معاكم هنا معلش يعني. فدي رجعتني انه اشازلي يجب ان تكون اول النازل، يجب ان تكون اول النازل لاي سبب من الاسباب، انه عشان ترد بشكل عملي انه انت ما تكون اقل منهم. خلاص خلاص فيجيت مع اكمل الشغل بتاع الجرايد، وطبعا الوالده بتشتغل في الكسره، بوزع الجرايد الكسره لبعض المطاعم في السوق الشعبي وكده والسوق المركزي، وبعد ذاك بجي بشوف محاضراتي اي فضاء جوه المكتبه، لغايه ما قريت الصف بتاع الاقتصاد كله في المكتبه كله قريته، فبيجي زول لو عنده رايح له بوصف له الكتاب وين او يدس وين الكتاب. وكان في تحدي انه انت بتنافس اخواننا الجنوبيين باللغه الانجليزيه، برضو كان في جانب بتاع لغه انجليزيه موازي شغال. طيب تمام، خليني بس أوقفك هنا. هاي لغة اللغة الإنجليزية بتاعتك كيف يا شاذلي؟ ابتكرناها طرق مجانيه لانه مشينا طردونا، بالذات برضو كان بوني مجانين برضو طردونا قاعدين كان قروش وكده، ذكرنا طرق اللي هو من ضمنها معي شباب في الخال عبد الباري ومحمد احمد او محمد عباس بيقول له بارتيس او نسميه توني بلير، فتعلمنا حاجه اسمها الفوناتكس في كتاب اسمه مايكل ويست، الكتاب ده طبعا برضه اشتريناه من الكتب القديمه يعني اسمه مايكل ويست، بيديك الصوت بشكل مكتوب، فتعلمنا علم الاصوات كانه قارينا اداب فنحن ما عارفين ذاته بيدرسوها وين دي، فبقى اي نص بتاع لغه انجليزيه ترجمناه بنعرف النطق صح لانه قرينا علم الاصوات هاي من خلال الناس اللي في الحله اللي بيعرفوه، فبقت مشكله النطق اتحلت خلاص، وبقت مشكله القراءه بسيط بسيط، عندنا مجموعه قمنا كونا حاجه اسمها نادي اللغه الانجليزيه في منطقه الانغاص، النادي ده بيحل المشاكل بيناتنا، نعمل برين ستورمينج في فقره واحده ممكن نقعد فيها 7 ساعات 10 ساعات بالليل، ونجي نتنافس الفقرة دي نناقشها، ولازم الكلمة اللي انت حفظتها لو 50 كلمة تكون حفظتها بالجملة بتاعتها، لغاية ما بقت تتشابه علينا الكلمات والجمل، بالإضافة للاستماع. عندي صورة، عندي صورة خدتها في الفيسبوك انه في زي بانسونيك كده كان بيجيب لي البي بي سي، بي بي سي فور افريكا بي بي سي وورلد سيرفيس اللي موجوده في بريطانيا، ومن هنا بنقوي الاستماع
بدون ما نشعر لقينا نفسنا ان احنا اول حاجه بنعمل ديبيت قوي في اللغه الانجليزيه، وفي نفس الوقت بنتابع الاخبار العالميه. يعني موست ابديتد بقينا خلاص، ظهرت كلمه تيروريزم يعني احنا عرفناها طوال التيروريزم كده كده والخطاب. فطورنا الحاجه دي لجمعيات ثانيه بتاعت لغه انجليزيه، لكن فيها جلوس ست ما اقل من 6 ساعات في اليوم، معاك الديكشنري بتاعك، معاك جهازك بتاع الاستماع، معاك مويه ولو في شاي بتشرب وخلاص. احيانا تنسى الاكل الشراب لانه في هدف في واضح. هدف. نعم. دخلنا الحته بتاعت التقليد imitating. فبيجي اوباما لو القى خطاب ولا جورج بوش في الزمن ده كان في توني بلير وجورج بوش بينفذ الخطاب بنفس الاداء بتاعه بنفس النطق بتاعه بنفس الوقفات بتاعته بنفس الصفقات. فدي طورتنا في الحته بتاعت الديبيت المستمر طوالي. نطلع مجموعه كده نمشي نقول لك النازل راح نسخنهم راح نفوز عليهم، ونجي بنمشي المعاهد اللي فيها نشاطات اللغه الانجليزيه، جبنا ادوات شويه كده بسيطه سماعات وهناك. فبيجي في ارتباط بيننا وبين اللغه الانجليزيه مع اساتذتنا برضه في فنانين باللغه الانجليزيه. وشوف الوقت ذاك، الوقت ذاك ما كان في دولينجو، ما كان في انترنت متاح بالصورة الحالية، ولا كان كنا تليفون ذاته ما اظن يكون في، كان نعم. ممكن تليفون ذاته اصلا، تليفون ده الا لو بيكون عندنا ناس البيزنس ما لكن كان وي نو هاو تو ترانزليت فروم ديكشنري تو للهناي، اللي كان كيف نترجم الكلمه، ووصلنا لانه تعرف سياق المعنى السياق بتاع المعنى في الجمله. نعم. فانا واحد من الناس اللي ما دفعت ولا ريال واحد في تعلمي للغه الانجليزيه لغايه ما جيت عملت دبلومه ترجمه في جامعه، بس عشان احس بانه انا عملت يعني درست بجد بشكل رسمي يعني. نعم. طبعا احنا يا جماعه مستمتعين جدا جدا الليله في مع ضيفنا العزيز استاذ شاذلي عبد الله، وبالذات للناس اللي انضموا معانا في صفحتنا في منصه مبادره الباحثين السودانيين في الفيسبوك، بنرحب بهم وبنرجع لاسئلتكم واستفساراتكم في اخر نص ساعه. طيب يا شاذلي، نرجع تاني للجامعه، وخلاص يعني انت بعد ده عرفت المكتبة وعرفت الأساتذة وعرفت انك انت عايز شنو، في حاجة بدأت تتشكل يعني في يعني مثلا أفكار بدأت تتشكل، أفكار بدأت تنبت يعني في الله، لأنه الواحد بعد ذلك بيكون ذاته يعني النمو العقلي بتاعه بدأ خلاص يعني يفكر تفكير عقلاني، يعني ما زي عهد الصبابة أو عهد الطفولة وكده يعني. التطور اول حاجه تطور انه انا في الفتره بتاعت الجامعه لما تطلع انت من الدي ليست او بيسموه الناس الجايبين امتياز، فبقيت افهم يعني شنو امتياز، لانه رجل ما عندي خبره في انه اكون متفوق زي ما كلمتكم في المدرسه، كونه دي تتفوق في الجامعه وتكون الاول من الاوائل الامتياز كلها نتيجه تظهر كلها A فيها واحد B، فالحاجة دي كانت بالنسبة لي صادمة جدا جدا، ما عندي خبرة في التعامل معها. وبعد ذاك بتكون مشهور شوية كده وسط الجنس الآخر والجنس الأول والجنس طالب شاطر وكده، هاي بتديك هناك كده عرفت دفعة كده بأنه يا أخي الحاجة اللي أنت بتسوي فيها دي معناتها في لها نتائج واضحة ومؤشرات واضحة، وتحصلت على وظيفة مهمة خالص بالنسبة لي لأنه رتبت لي أموري اللي هو فرد أمن في شركة الهدف، وكان الزمن ده ففرصة أنه تكون جالس في مكان واحد، بعد ده ممكن تذاكر بشكل مرتب، عندك لمبة مجانية، عندك موية مجانية، زمنك بيكون واضح أنه تطلع من هناك 12 ساعة إلى الجامعة، بعد ده ترجع تشوف النقطة دي. برضه سمعت في واحدة من المحاضرات اللي قدم علينا مدير مركز دبلومات جامعة جوبا اسمه جمعة كوندا، كان هو مدير المركز كامل بروف جمعة كوندا ربنا يديه الصحة والعافية، قال يا شباب اللي ينجح ويتخرج بامتياز احنا بنقبله مباشرة حسب اللوائح في البكالوريوس مباشرة، يعني ما حيجي السنة ولا سنتين ولا 3 سنوات عشان يصعد،
فده اللي كان هي دافع مشكلة التجسير. نعم اي صح. تكسير، وكان ده دافع كبير جدا انه انت تصعد مباشره وتطلع من الاستيغما بتاعت انه انت طالب بتاع دبلومات في نعم الحله، ده جيب له طب وده جيب له شنو وده جيب له شنو، انت جيب له دبلومات في الحله ما بتقدر حتى تتكلم بيها يعني. فدي كانت دافع كبير انه الواحد يواصل بالامتياز البدبي لغايه ما يعني خلصنا. في مجموعه من الشباب اتاثرت بيهم استفدت منهم لانه كانوا كلهم متفوقين مني على فكره، استفدت منهم كثير، قويين في اللغه، قويين في الرياضيات، قويين في حتى عندهم ذكاء ما يحتاج لمجهود كبير يعني، لكن انا بجيب المجهود ده بالقعاد الكثير، ما عندي القدرات العقليه بتاعتهم دي. فمنهم استاذه تسنيم، منهم استاذه نرجس، في استاذ احمد اللازم، في عدد من محمد حسين، في عدد من الشباب اللي حسن مكي ربنا يديهم الصحه والعافيه بس موجودين. فبقيت اراقبهم برضو ك ك ك ك كامثله بتاعت نجاح قدامي يعني، ناس جابوا 80ات و70ات وكده. وبرضو الاقتصاد خلاني برضو انا ابني موديل لمستقبلي. اي الموديل لانه اول ما جاء عرف علينا الاقتصاد انه هاو تو كرييت تشويسز، كيف تعمل خيارات عشان ما تطلع تفتش وظيفة بواسطة وتقعد وتجدع الشهادة وكذا. الاقتصاد علمنا انه قبل ما تطلع يجب ان تبحث عن الخيارات. بدأت هنا تجاوب لي الإجابة بتاعت انه ليه في ناس أغنياء وفي ناس فقراء، فأنت صنف نفسك وين عشان ذلك. فالتعب اللي تعبته زمان في الحياة والهناية، فيجب هنا عن طريق الاقتصاد يجب حتى التشخيص ده يكون في مجال الاقتصاد عشان تقدر تجاوب على السؤال بتاع انه why they are poor and they are rich، ليه في ناس فقراء وفي ناس أغنياء. هل ده الولدوم كده وحيظلوا كده وده الولدوم كده حيظلوا كده؟ لا لا لا. فبس هي التشكل هنا بدأ، من هنا بدأت الأسئلة الفلسفية دي تدخل في دي. نعم. طيب يا شازلي، في كل المراحل دي لحد الآن، لحد المرحلة بتاعت الجامعة، كان عندك إحساس كده من جوه إنك أنت يعني حتصل لهدفك، ولا كان المستقبل بالنسبة لك غامض وأنت بس بتعيش اللحظة يعني؟ والله يمكن واحدة من الحياة الواحد كان محظوظ فيها، كان في بومينج بتاع بترول في السودان. انت جاي الجامعة بتشوف المظاهر بتاعت الحياة بدأت تظهر كده يعني، فبيكون الأمل موجود وفي نفس الوقت الدفعة المعنوية في البيت، بالإضافة لأثناء اهتمامنا باللغة الإنجليزية اهتمينا بكتب النجاح كتير، من ضمنهم كان واحد معروف اسمه إبراهيم الفقي، حضرنا محاضرات لطارق السويدان عن التغيير في الحياة، وكنا نعم، مهتمين صناع الحياة. التغيير، كيف تغير نفسك وكيف كيف يعني كان بنقرأ قصص تلامذتنا نحن يعني. إبراهيم الفقي بيقول أنا بديت غاسل صحون ووصلت إلى امتلاك عدد كبير من الفنادق في كندا وكده. فأحيانا تشك بأنه ذل بيشبهك، يلا بعد ذاك بتبدا معاه وتدخل معاه في حوار تقيل من خلال كتاباته والكتب اللي بنلقاها في السوق العربي. يمكن انا قريتها كلها قبل ما اخلص الجامعه، قريت الكتب بتاعته كلها، وما كان في يوتيوب عشان تتابع محاضرات ولا كده، ولا كان تقدر تدخل الورش بتاعته حتى لو جه السودان الا المحاضرات العامه عن النجاح. وبديت افتش الناجحين اللي بيشبهوني، ما الناجحين اللي بدوا اصلا بصورة طبيعية، لا الناجحين اللي بدوا متعثرين في الحياة. فدير كانوا الدافع الداخلي والخارجي بالنسبة لي، كأنه نعم أنت تواصل لغاية ما تخلص الأونر وتعين معيد في جامعة كيوبا كأول طالب دبلوم في تاريخ التجسير أنه يكون أستاذ جامعي في جامعة. جميل. طيب انتقلت من الدبلوم للبكالوريوس، يعني خلاص بعد ده الاستيغما بتاعت انه لا دحين، لانه والله يا اخي انا بعد ده يعني بتكون يعني دي ذاتها بتديك نوع من الثقه، وبتديك نوع من انه والله يا اخي انا يعني اي فيل سمثينج، يعني انه انا والله ما حاجه، انا ما قش في مهب الريح يعني زي ما قال الطيب صالح، ولا انا يعني انا موجود يعني. فإحساسك كان شنو وانت خلاص يعني ماشي مسهوا يعني بانك انت دخلت بتعمل في البكالوريوس، وده كله نتائج تعبك يعني، انت الحاجات دي كلها بالمناسبة ما جاتك هبات،
ولا جاتك صدف؟ يعني انت بديت من بيع الجرايد، الوالدة الله يديها العافية يعني باعت الكسرة في السوق، وانت اشتغلت وفتح فيك بلاغ، وبعد ذاك يعني الصدفة هي اللي غادتك انه بدل تقرا في جوبة تقرا في الخرطوم. فالحاجات دي كلها يعني هي شكلت النمط بتاع انك انت تكون انسان ناجح. ما هو النجاح ده ما بس انك انت تكون ناجح جيدا ولا السودان معناه انت زول ناجح، لا، النجاح في انك انت تكون عندك اهداف، وفي نفس الوقت انت اهدافك دي تعمل من اجلها. يعني انت بتقعد 6 ساعات عشان تترجمه نص صفحه بتاعت لغه انجليزيه، لعمري انه ده دي حاجه ما عاديه، يعني انك انت تكون قاعد القعده دي. يعني في حين انه في ناس بيقعدوا القعده دي في الفيسبوك، بيقعدوها في كوشتينا، بيقعدوها في حاجات لا تسمن ولا تغني المعرفه في شيء. فحقيقه حقيقه انت شخص مميز يعني، فيسعدنا جدا احنا الليله نتحاور معاك ونستلهم العبر منك يعني استاذ سعد علي. احساسك كان شنو لما انت خلاص يعني في مرحله البكالوريوس؟ والله الإحساس إنه إنه الحياة ممكن تكون، يعني ممكن تبدأ، ممكن تحدث التغيير، ممكن يحدث، يعني لأنه كنت أغاري نفسي بين أول فاقد للأمل، وتاني بقيت أحقق في الحاجات واحدة واحدة، يعني بقت تتحقق يعني، وبقيت المسعى يعني، فده كان برضو دافع كبير خلاني إنه أرتب الحاجات شوية من الكتب اللي كنت أقرأها بتاعت النجاح، اللي هو ابراهيم الفقي بيقول لك جيب لك كتاب سميه ناي دفتر سميه اسمه صديقي الى النجاح، فده كان مكتوب من ضمن الاهداف انه اجيب الوالد والوالده العمره او الحج وكده، بس كلهم قاعدين معي هنا، فدي كانت اتكتبت من قبل 20 سنه، زياره بريطانيا برضه اتكتبت من 20 سنه، قبل 20 سنه في حاجات اتكتبت انه من قبل 20 سنه في الكتاب، والواحد كل فتره بيعمل اوكي، ولما تعمل الاوكي بانه الحاجه دي بجد ده التحدي، انه اللي بعديها مفترض تبدا، وباخد معايا علم الخيارات الملخصات، لانه عشان انه دي ما كفايه، يجب ان يكون في اكثر من خيار، عشان كده كان انا متهم دائما انه عشان دي يسوي لك 5 حاجات في زمن واحد، دي كيف؟ دي كانت واحدة من الحاجات اللي يعني بتخليني أنا الموديل بتاع الخيارات يكون عندي طوالي مصطحب، وعندي طوالي يعني ماشي بيه طوالي يعني، فدي اللخبطة نعم الحمراء في هذا الشاذ. نعم 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 ليه اخترت الاقتصاد تحديدا يا شازلي؟ هل هي الصدفة غدتك الاقتصاد ولا انت كان عندك الاقتصاد أول حاجة ليه اخترت جامعة جوبك؟ ما كان في جامعات تانية برضو في الولايات بنفس النسبة، نعم لأنه نقطة ضعفي في اللغة الإنجليزية، هاي بتخليك أنه أنت غصبا عنك أنت حتتعلم لغة إنجليزية، وبتديك فرصة برضو تحتك بالناس اللي أصلا لو حلموا بيفسروا الحلم بتاعهم باللغة الإنجليزية، إخواننا الجنوبيين كانوا نعم والأساتذة اللي درسوا في جامعات أوروبية وهناك. فالاقتصاد زي ما قلت لك جبال، السؤال الجبال ليه؟ عشان حياتك بدت كده، وحياة بعض الناس اللي في جيلك بدت مختلفة يعني، مثلا هذا هو السؤال. بحس بأنه برضو أحيانا الاقتصاد بيديك سعة في تقبل كل الآراء، كل الآراء صح، كل الآراء غلط، من خلال احنا متابعتنا الكثيرة للخطابات الرئاسية قبل ما ندخل نتعمق كثير في كان بنتابع الاحداث، والاهم انه البيزنس الشغال في البيت ذاته اللي خلاني انا اصل الجامعة البيزنس بتاع فده ذاته دي واحدة من الحياة اللي شكلت فينا انه نختار التخصص يعني، لانه بيحل لك مشاكل يعني، ايوه هو مش بيجيب لك قروش، بيديك أفكار للقروش. نعم. هاي وتخلي ذات النشأة بتاعتك يعني نشأة اقتصادية بحتة، يعني عمل الوالد عمل الوالدة، انت ذاتك يعني في سن مبكرة جدا يعني بقيت تعتمد على نفسك وبقيت تبيع الجرايد. يعني دي حاجات يعني انا بشوفها دي يعني نجوم في سماء نجاح شاذلي. طيب نجي للمرحلة الأخيرة في مرحلة البكالوريوس،
وتكوين جديد وشاذل جديد وآفاق جديدة. مرحلة البكالوريوس برضه تعرضت لنفس التهكم من بعض الزملاء، انه ناس الدبلومات ناس قاعدين بقروش، بالتالي ما يقدروا يسووا شيء يعني في البكالوريوس يعني. فده كان برضه دي كانت برضه تعرضنا لها في نفس لكن كانت هي قريبة من الحلم، انه الدكتور جمعة كوندا لقيته انا قلت له انت قبل كده الهمتني بانه انا اجسم مباشرة، الآن الخطوة الثانية شنو؟ قال لي لو جيت أول الدفعة هنا وعملت امتياز اونر 5 سنوات نفخر بك تكون زميلنا يعني. فطوالي سألت وين المكتبة، بوين يا جماعة؟ وصفوا لي المكتبة وبديت تايه دافع ادوني العدو وابقوا فراجة. بالضبط هاي. انا دار لانه انا يعني بجاسم اشتري الكتب كان من المفروشه في الارض في الاسواق العاديه، فلما يكون في مكتبه فيها كتب مجانيه فدي فرصه. ايوه نعم عشان نعم كده انا فقدت كثير من شبابي وطفولتي اللي ممكن كان استمتع بها في حاجات تانية. ما الحاجات دي كلها، ما انا من الناس اللي زي ما بيقولوا باللغه العاديه ما قدرت الحق اجك الذات يعني. كلها جادة يعني، هي كلها جادة. نعم. أي نعم. طيب التحدي ده وصلت له، والحاجات اللي واصلتك شنو؟ معلش انت عارف انا يعني انا يعني بسال لانه مستمتع وبكتب، يعني لانه يعني دي حاجات ما بالسهوله انت تلقى لك كتاب زي شخص شاذل يعني يحكي لك في تجارب جميله جدا جدا وتجارب سره جدا جدا. وصراحه انا منبهر، يعني انا قريت السيره الذاتيه بتاعتك لكن انبهرت اكثر وانت بتحكيها لنا كده بشفافيه وبتحكيها لنا باريحيه ونستلهم العبر منك ونستلهم الجمال ده، يعني فلك مني كل التحايا. شكرا لك كثير. فين اللي هو بعد ذاك من الاوائل، السنه الاولى السنه الثانيه، حتى عندي دكتور اسمه محمد احمد شقيله بتاع علوم سياسيه، فكلم الزملاء اللي اصلا كانوا بيدرسوا بكالوريوس معانا، قال لهم عاملوا حسابكم من الجم مجسر ده، نبههم لانه هو درسنا طبعا في الدبلومه، قال لهم ده دارس بكالوريوس مضغوط يعني بالنسبة له، موادكم هو هيبدأ معاكم من سنة ثالثة، فيك مواد هتتكرر بالنسبة له، ده معناتها لو خلص هيكون عنده ذخيرة قوية في الاقتصاد. ونبه برضه الزملاء في قسم الاقتصاد، قال لهم ده لو بيجي مساعد تدريس معناتها بيكون في التخصص دارس التخصص مضغوط مرتين ودرسوا دراسه حقيقيه، فبالتالي برضه حيكون تي اي دكتور بمسمى تي اي. فدي كانت برضه عامله مشاكل داخل الجامعه بعد اللي عينتها في جبل المدينه، عامله مشاكل كبيره انه تم تعييني يعني مساعد تدريس ومنسق للبحث العلمي للجامعه كلها، وحتى عملت مجلس منسقيه للبحث العلمي في كل كلية، دكتور برأس البحث العلمي في كل دكتور في منسق، بيكون منسق للبحث العلمي في كل كلية وكلهم دكاترة، برأسهم تي اي بتاع بكالوريوس في الاجتماعات. يعني شيء غريب، كان الدكتور حمد حاوي كان وضعني في مكان صعب، دكتور حمد حاوي هو كان مؤسس عمالة البحث العلمي، فما أعرف هو وضعني في التحدي ده ليه يعني مثلا. فكانت واحدة من الحاجات اللي برضو ألهمتني بأنه يجب أن أواصل العمل، وأنا من الناس اللي بسمع الربع ساعة بتاعت إرشادات الأساتذة لما يطلعوا من المحاضرة، ده يعملوا بريك يبدأ ينصح فيك، يتعلم الإنترنت، يتعلم الكمبيوتر، يتعلم اللغة الإنجليزية، حضر نفسك لسوق العمل، يجب تعمل سيرة ذاتية. كان أكثر واحد بنستمتع بالكلام ده عنده الدكتور تيمو عبان. تيمو عبان ده طبعا اول مدير لمكتب البنك الدولي في جنوب السودان، وهو كان بيقول لنا انا حابب مستشار للبنك الدولي، هو كان لسه استاذ في الجامعه، وفعلا بعد ذلك بقى مستشار للبنك الدولي. ودي واحده من الحياة اللي برضه الهمتني، انه هو لو قال حاجه انه تبقى اذا انحدادنا ممكن تبقى بالنسبه لنا، ودي
ودي دي واحدة من الحاجات اللي خلتنا نسمع النصائح ما بين المحاضرات، دائما نجلس معاهم نسألهم الحياة الغير أكاديمية. ففعلا كان في لابد أن يكون في ترجمة للإرشادات دي. حتى النصائح أنا جاتني متأخرة بتاعت المدرسة زمان اللي كانوا بيقولوا علينا الأساتذة بسببها بيجلدونا وكده، جاتني كلها راجعة سبحان الله. الفترة دي ما دخلت نهائي، لكن أو دخلت استقرت وما كنت فاهمها بيقولوا فيه، كان بيقولوا فيه. طيب معنى كده انت مشيت، يعني عشت في جوبه المدينه. لما تم تعييني، المعاينة حصلت بعد اتفاقية السلام، وبعد 2009 عينوا لنا كان مدير اسمه أجري عباتي. فخلصنا احنا دوب الجامعة، قال أوائل الكليات وأوائل الأقسام كلهم يجهزوا سيرتهم الذاتية، لكن المعاينة تكون بالنسبة لهم في جبل المدينة. فكان ده برضه تحدي، المنافسين معاي، وفي برضه أستاذنا الجنيد هو موجود هسي حاليا في الزوم عندكم. قررنا نسافر معه الأستاذ هيثم والدكتور جمال، سافرنا جبل المدينة ودخلنا المعاينات، والحمد لله تم قبولي معيد، وجلسنا هناك لغاية ما جينا راجعين بتأسيس جامعة بحري. فجينا داخلين كمؤسسين في جامعة بحري بعد الانفصال في 2011، يعني بين نعم. 2000 طيب احنا عايزينك من يعني ترجع لنا شويه كده، يعني في جوبا المدينه واللي هي عاصمه جنوب السودان الفتيه، وباعتبار هي توأم الخرطوم، يعني فالفرق شنو بين الحياه هنا والحياه هناك؟ طبعا اكيد بيكون في فريق يعني، لكن عايزينك بس تعكس لنا الصوره في الوقت ذاك يعني. والله انا ما ادري ابالغ، لكن اول حاجه الشعب الجنوبي والزملاء الجنوبيين كانوا بيعاملونا كاسره، يعني جزء من الاسره بتاعتهم. يعني انت لو دخلت جلست معاهم كانك واحد منهم جالس معاهم من زمان، يعني ما في التكلف ذاك، يعني انه طوالي يدخلوك في الموضوع، طوالي ارفع انزل اقعد تسوي معانا ادخل معانا، طوالي يعرفوك بالوالده بالحبوبه جوبا. لما نزلت في جوبا ذكرتني اول نزول لي في لندن. في لندن بصراحه جوبا هي لندن، نفس الاجواء، وكان احنا نازلين وجبل كجور كان يعني بطوله عرضه، انا شبحته طبعا، وطبعا جبل اخضر الغريبه، فانا شبحته والسحاب على فوقه بالعروس اللي بيكون قاعد تلا شعرها بالعنايه الابيض، الطرح العام، ايوه يعني الخمال الابيض، نعم. اجواء جوبا اجواء انا بسميها طريه ولينه، زي الحاجه اللينه كده. ولاول مره انا انوم في مكان واحس براحه في جوبا. واحده من الحاجات الجميله اللي لقيتنا مع الاستاذ الجنيد، واحنا ماشيين لقينا واحده عامله لها كوم بتاع فواكه، فوقفنا اشترينا منها الفواكه، مشينا قدام لقينا الفواكه دي ذاتها في الارض كلها. فاستغربنا يعني. فيها بصراحه انا لو جوبا دي كانت يعني الناس ساكنين فيها ما يحتاجوا انه يتعبوا في الحياه من اجل الاكل والشراب، يعني وخاصه لو مستقر، يعني نعم. لانه الارض فيها كل شيء، داير سمك بتلقاه سمك ناشف سمك لين، داير لحوم، داير كل شيء. جوبا جميله، ناسها جميلين، الحياه فيها بسيطه، الاجواء جميله، يعني انا شفتها بس في اوروبا ما شفتها غيرها، تعرف. التحية لجوبا، والتحية لكل أخواننا في جنوب السودان، وربنا ينعم عليهم السلام والمحبة والتنمية. طيب التجربة اللي هي تجربة إنك أنت كنت طالب جامعي وجيت انتقلت إنك أنت تكون أستاذ جامعي، يعني وفي نفس الجامعة، يعني في تزامل بعض الأساتذة اللي درسوك يعني. فالحاجة دي كانت التعامل معاه كيف يعني، من وجهة أو حسب ما أنت عايشته وتعاملت معاه؟ والله اول قرار التخصص انا امشي الكافتيريا بتاعت الاساتذه، لانه كان اول ما جيت الجامعه دخلت الكافتيريا دي بالغلط ورجعوني،
فسجلتها في الدفتر بتاعي بأنه أول ما أتعين أستاذ هاجي داخل الكافتيريا دي. فدخلت الكافتيريا، قعدت فيها، شربت فيها معارف موية ولا شاي، فعملت صح في الهدف ده، عملت صح. بعدين الأساتذة استقبلونا استقبال جميل جدا جدا، وعندهم طبعا بعد ذاك بيدوك تنوير عام، وبيدوك بعض الأشياء اللي عندها علاقة باللوائح بتاعت إنه أنت أستاذ وكيف تتعامل مع الناس والتدريب اللي بيحصل في الجانب ده. النقطة الثانية أنه الواحد كان سعيد لأنه هدف خطاه من قبل 10 سنوات يتحقق، يعني مثلا لأنه المرحلة بتاعته كانت طويلة جدا جدا لتحقيق الهدف ده. وأول دفعة أنا بديت أدرسها في الجامعة كانت دفعتي بتاع الدبلوم اللي كان خليتهم زمان، لأنه دوب جسروا، كانوا هم من ضمن الطلاب اللي هناك. أنا دخلت مساعد لواحدة من الدكاترة، أستاذة فاطمة، ربنا يديها الصحة والعافية. فكان أجواء جميلة بأنه أنت انتقلت من مرحلة لمرحلة. لكن في نصيحة قال لي دكتور بيلي ميديسون ودكتور كيمو أبان، قال لي يا دوب أنت حتبدأ تقرأ القراية الصحيحة، لأنه زمان كان بتقرأ من أجل الامتحان، لكن حاليا أنت بتقرأ من أجل نقل المعرفة لشخص تاني. فمعناتها انت محتاج تشتغل شغلين في زمن واحد، لانه محاضره تمتد 3 ساعات وما كان في التقنيات الحديثه بتاعت الباوربوينت ولا الاشياء دي، ما كانت مستقله بشكل كامل. لكن انت حتجيب كيف تعمل كنترول لقاعه فيها 500 طالب، فكانت كلها تحديات و عدت. نعم انا جايكم عايز اقول معجب صغيرون هنا يسلم عليك عرفته، معروف. المامون. عارف يعني قصتك دي يا استاذ شاذلي قصه ملهمه وفيها تفاصيل يعني عميقه عميقه عميقه، كل حاجه كده الزول محتاج يعرف منها. يعني اسي دي احنا كناس انفصل مننا جنوب الوطن الحبيب السودان، وكنا ما عارفين شيء عنه. جو بعدين والله كان نفسي ازورها، ما زرتها وبتاع، فكونك انت تكون عشت فيها واشتغلت فيها والقصه الجميله دي بتاعت انك تشتري حاجه وعشان تيجي قدام تلقاها مجانا وكده، يعني صراحه حاجات بتخلي الزول نفسه يعرف. هل انت فكرت انك تكتب كتاب عن قصه حياتك، بايوغرافي ولا حاجه؟ والله ايوه انا، لكن بس احيانا بتجيك كده انه انت ما وصلت المرحله انه ممكن تكتب كتاب عن حياتك. يا زول من اللي وصل هو اصلا؟ هو قال الكتاب الوحيد ده اللي هو لا ريب فيه هو المصحف ده، لكن اي كتاب ثاني صاحب الكتاب الاوثر ده بيعتذر لك انه والله الكتاب ده بتذكرني في البحث العلمي، لو انت تكتب لك ورقه ولا بتاعك، والله يا اخواننا الورقه بتاعتي دي انا لا بفتكر انها يعني مكتمله ولا بفتكر انها شامله، ايوه صحيح وانما هذا الجهد المقيل اللي قدرت اعمله، مش كده؟ صحيح فما صحيح في كتاب بظن بتاع سيره ذاتيه وصل، كل زول كتب. فانت يا اخي الحاجه اللي ذكرتها لحد ياسي، وانا عارف انه ما ذكرته اكتر بكثير جدا من الكلام اللي ذكرته ده، بيحتاج لكتب وكتب. يعني ما تتخيل انه يمكن 90% of الشعب السوداني كان ريليت للقصه بتاعتك في دي ستيجز مختلفه، ودي حاجه يعني ما سهله، حاجه ما سهله. شفت زي القصه بتاعت باراك اوباما لما ظهر كده فجاه كده نعم اول رئيس مع الزول ده، الناس كان دي كان ريليت تو هيم، الستوري بتاعته كلاسيكال ستوري كل الناس بيقدروا يعني يسووا لها. فانت صراحه يعني من الحياه المواهب الفريده، وانا عاجبني شنو انك انت بتدون، يعني بتقول انا ما دخلوني الحته دي، ولا انه انا ما حسبوني مع الناس دي، ولا انه ما وانا وانت في قرارات نفسك عندك الثقه الكافيه انك انت فعلا يو بيلونج هنا، ده تجي راجع باستحقاقك يعني ايوه بتعملها صح، اهم شيء. بالضبط، بتعمل كروس ايوه وتمشي منها بعدك. يعني بيكون في نقطة بعديها تشوفها طوالي، يعني تبدا تشتغلها. هل في المراحل دي كلها كده بتتذكر لك زول كده كان ماسك معاك لحد اسي دي ونفسك انك تبين له لو لقيت طريقه ترجع عليه وكده تقول له اسمع ذكرنا انا زمان من ده ناس، هل في اي شخصيه دي في حياتك؟ والله هو ما انا طبعا لانه الحته بتاعت والله فيها في انا كان حاولت العب كوره، كان العب كوره، همم
اي اي العب كوره، وبعد ذاك دخلوا لي الاختبار وكده. طبعا قبليها كان عندنا نادي اسمه اسسنا برانا برضو اسمه الزمالك. اسمه الزمالك، بيلعب لون احمر وكده. وهنا انا كان بيسموني الاناني يعني. نعم. في واحد من المدربين قال لي يا اخي انت مش شوف لك شغله ثانيه، ما عندك علاقه بالكوره، انت ما حتنفع في اي حاجه، ما حتنفع ما حتنفع. قال لي، قلت له كده نحاول نشوف اللي هناك. قال لي ما في اي عمل، قال لي يعني ما بتتجاسك ذاك، ما في. قال لي الكلام ده كان قبل 20 سنه كده. من دي خليته ولا حتى بقيت اشاهد الكوره ذاك، لا حول حتى ولا قوة. لا ما كنت عارف ذاك الدرجه، الفرق بين الدرجه الممتازه ولغايه ما اصل مرحله اسمها برشلونه وريال مدريد. لا لا الحياه ده كلام كبير. بديت مشيت رجعت للغه الانجليزيه بتاعتي وحاجاتي، كنت بيدي مشيت قعدت وزول. لا انا افتكر انه يعني خرب لي مستقبلي يعني، كان زي لو كده واحد عمل لي عقد بملايين ولا كده. لو كان بس اشتغل في رجليين اليمين ورجليين الشمال، انا كنت عندي يعني ثقه انه ممكن اكون لاعب ناجح، بالذات في الوسط يعني، لانه الوسط ده تقدر تحاول فوق عدد كبير من الناس وتمتع الجماهير يعني وكده. ده المكان اللي كنت احبه يعني. تحياتنا له يعني. خدمك برضه في لغتين، في اللغة الإنجليزية، خلاك تتكبر من هناك. بالضبط يعني. تحياتنا له طيب، يعني. من الحياة الجميلة جدا أنكم برضه بتصنعوا الواقع بتاعكم، يعني ما قاعدين بتستنوا إنه والله يتعمل لكم فريق، ولا بتقول والله ده جيت جرس إنه والله يا أخي الحي ده ولا الحلة دي ولا المحلية دي ما شغالين بيها، ولا الوزارة وين، ولا الكلام الكومبلينس اللي بنسمعه يعني في أوساط كثيرة إحنا ذاتنا بنردد فيها. أي زول بيقول لك إنه والله يا أخي أنا مشكلتي الإمكانيات، انت اسف في الاستوري بتاعتك دي مره تلو الاخرى كنت بتكسر في حاجه اسمها شماعه الامكانيات. ما في حاجه اسمها الامكانيات بتمنعني انه اتعلم لغه انجليزيه. هنا في الباحثين السودانيين ديل يعني زي 55 الف اللي هو ديل 10% من العضويه بتاعتنا البالغه او 8% البالغه، 755 الف نفر مهتمين باللغه الانجليزيه. Everyone is complaining about English but ما في زول داري يتعلم لغه انجليزيه، مش كده؟ اول قليلين جدا اللي عاملين الجهد. فانتوا عملتوا النادي بتاع اللغه بتاعتكم، عملتوا النادي بتاع الكوره بتاعتكم، وشنو الديبيت تاني؟ الديبيت. برضه عندي ثقافية بتاعت شعر، بتاعت أدب، بتاعت مناظرات، بتاعت تحليل اقتصادي، نادي اقتصادي برضه تحلل فوق تكريم المتفوقين عشان تشجع الناس. فكان أي حاجة ما عندنا لعب نقوم نعمل لها نادي، نعمل لها نادي، والنادي ده بنعمل له كرييت لنادي تاني في كل المربعات. وبيكون عندنا جسم اسمه اتحاد جمعيات كذا اللغة الفرنسية، اتحاد جمعيات اللغة الألمانية، عندنا الكلام ده على فكرة في نفس المنطقة، اتحاد جمعيات كذا الأدب والشعر والغناء. الاتحادات دي كلها فيها فعاليات غريبة تقام، وفيها خطط مكتوبة انه في كل شهر نعمل شنو بالضبط، ونتصل بالناس البرة بيجونا على فكرة. حتى كان بنجيب خواجات، الانقام كان في الساحات العامة. طبعا بنمشي نعمل لنا ركن نقاش باللغة الإنجليزية مفتوح، بيجوا بعد ذاك الناس بتلموا بيشوفونا. وين كان محله؟ وين بيعقد؟ كان تحت الكوبري بتاع كوبر اللي هو حديقه اسمها حدائق السلام. ايوه كان نعم. بنمشي كل جمعه هناك في جلسات كده، كان عاملينها شكل اشكال جميله كده. كل جمعه بنمشي نقعد نتكلم بس، وكلامنا كله غلط لكن احنا كان مقتنعين انه صح. يا سلام يا والناس تيجي تتلم حوالينا، بتيجي ست تسالي، بعد شويه بيشتروا منا ست شنو، بعد شويه بيقف في المكان في ست شاي، بيقف في مكان بتاع باكومبا، بيقف في هناي، وبيجوا بعد ناس من داخليات جامعه الخرطوم، بعرفهم هسي موجودين دكاتره في جامعه الخرطوم كليه الاداب، كانوا بيجونا هناك. وبيجي خلاص احنا حتى لما وقفنا المكان يعني نتواصل يعني، بيجوا حتى امريكان بريطانيين بيجوا هنا، وزولين الكتب، حتى كانوا زولين الكتاب بتاع البايبل جبنا البيت. طبعا برضه دي قصه ثانيه. عليك الله يحكيها. في واحد، لذيذ كده من واجبناه الكلام. وخطيناه، جبناه وخطيناه وخطينا الديكشنري، دارين نبدا نشتغل فوقه. اها ايوه اشتغلنا فيه يعني. عندنا واحد عندي خال اسمه عبد الباري، بس طلع الحمد لله جدا يعني، في ناس نهرونا كده لكن طلع جدا الجوني ابوه محمد ابوه، اللي هو ده اول مؤسس لاول مسجد في المنطقه يعني، ربنا يرحمه ويغفر له.
الله يرحمه ويغفر له يا صاحب اليمين. برضه شكل جزء كبير من في حياتي يعني. فقام قال الخواجات دي تجيبوهم مع الحماس ده. انا خالص اصغر مني طبعا، هو هسه خطيب يعني، هو اخذ الخلافه من جدي، نعم اشتغل في السفاره الامريكيه طبعا، ما بين الخلافه واشتغل في السفاره الامريكيه باسم الشيخ عبد الباري. فهو ده من الحماس، حفظ الانجيل ده كامل. ما شاء الله تبارك الله. وبيجينا بنعمل ايفنت كده، نجيب لنا صيوان نحطه، نجيب سماعات كبيره طبعا. هناك الحفلات بتاعت الزنك والحاجات دي شغاله، والحفلات الانجليزي شغاله. ايوه نجيب الخواجات دي عندنا، بنجيبهم يشاركوا معانا. وبيجونا ناس من خارج المنطقه وكده، وندعوهم يعني للايفنت. حتى لما نكون ماشيين في الشارع بنسمع حفله شغاله، بنقول يا اخي والله ما يقدروا يجينا، وهنتكلم بيهم انجليزي. انت كنت ديتيرمين جدا. شنو يعني، يعني الانجليزي ده كان شنو يعني السيجنيفيكانس بتاعته، الاهميه بتاعته الشديده دي شنو الانجليزي تحديدا؟ والله الانجليزي هو كان، انت لما تتكلم باللغه الانجليزيه بتحس بفرق بصراحه، وفي نفس الوقت بيفتح لك افاقك في حاجات تانية. ونحن اثناء ما بنترجم الكلمات بتاعت اللغه الانجليزيه تحسنت اللغه العربيه. وبالذات لزول بدا اصلا منتهي تماما في اللغه العربيه واللغه والرياضيات يعني البيز بتاعه. انا ما حفظت قصيده في حياتي في المدرسه نهائي، ما في اي حاجه يعني. ورا بديت ابدا بعد الجامعه اقرا كتب المدرسه والحاجات دي من جديد، بقيت افهمها يعني. نعم فدي نعم اول فهم بالنسبه لي كان اللغه الانجليزيه، انه يعني افهم حاجه واعرفها هي شنو بالضبط. فادتنا حتى الكاريزما، ادتنا لو ما اللغه الانجليزيه هسه انا ما كنت قعدت هنا اصلا اتكلم معاك كده. اخاف والله، اخاف منك عديل. يعني نعم اداك الشجاعه الادبيه. نعم مفهومة يا مفهومة لانه انت بتجيب وسط ناس وتتكلم، نعم يعني تتكلم بلغه ثانيه وممكن تتكلم غلط، وبعد ده تجيب تتكلم قدامهم يعني. في نصه ممكن يكون في زول استاذ في المجال اللي يكون فيه هنا طيب في فتجيب. قصة، القصة كانت بتحكي عن أحد النواب الجنوبيين كان في جمعية تأسيسية سابقا، إنه كان بيتكلم باللغة العربية عربي جوبا، ف بيخاطب الرئيس المجلس سيدي رئيس ما أعرف شنو أكيد بتاع، ففي نائب تاني قاعد جنبه بيضحك في العربي المكسر بتاعه، فهو بيتكلم كلمتين بالعربي ده قر 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 بيقرقر، فقام قلب إنجليزي طوالي. Dear Mr. Speaker, I want to address the floor of قام قبل لي ذاك، قال له وين قر 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 بتاعتك بتاعت اتاك رجع ثاني. هل بتفتكر انه اللغه الانجليزيه ذاتها كان بتديك يعني زي قوه كده فوق المجتمع؟ ايوه، هي مش تديك قوه فوق المجتمع، لكن بتفتح لك خيارات ثانيه في المجتمع. يعني الوعي بتاعك كان في الوقت ذاك كده. بتعطيك زياده بتاعت وعي، والقوه برضه انت قلت لك قوه الاتصال مع المجتمع. نعم لان نعم انت بتاخد مهارات باللغه الانجليزيه وتيجي تستخدمها في المجتمع باللغه العربيه. يعني نعم بتعرف الوقفات، تعرف تتكلم 200، بتعرف تسمع 200، تعرف تحلل الكلمه. الكلمة بيكون عندك لها مرادفات، لأن أنت الديكشنري ده فوقه 5 كلمات الكلمة بتاعت اللغة الإنجليزية، وفي تصريفات وفي حاجات، وأنت بتتعلم تعلم ذاتي على فكرة. أنا الكلام ده كله بقوله لك، أنا ما دفعته ولا جنيه واحد. نعم هذه قصة صراحة كيف بتاعت التعلم ذاتي، يعني ضرب بها المثل صراحة. ما فيها ولا جنيه واحد يعني. حتى لو حاجات بقت لنا صعبة صعبة شديد، بنمشي أساتذة بتاع اللغة الإنجليزية في المنطقة ضمن أستاذ أمير، بنقول له امير ماسا، في برضه استاذ عيسى معاز، بنمشي ليهم. ديل كانوا هم بيحفظوا الكلمه، بيحفظوا الاغاني، وبيبدوا بعد ذاك بيتناقشوا بيفسروها. بيقول لك بوب مارلي ده في المكان الفلاني لما نتكلم حكى لك عن الثقافه بتاعت جامايكا والمشاكل العنصريه في امريكا، يعني بيمشوا مع بعض الاغنيه ذاتها. ونحن نكون جالسين طبعا مشاهدين ورقنا وقلمنا، لانه مجان طبعا. فدي خلتنا برضو انا احفظ الاغاني بتاعت الراب، وكان ممكن ليه؟ عشان من اجل معرفه اللغه البسيطه بتاعت الشوارع في امريكا بدون ما تشوف امريكا. دي تسمع 50 سنت، ولا تسمع ديانا كينج، ولا بوب مارلي، ولا انت بتكون تجيب الليركس مكتوبه، الاغنيه مكتوبه تحفظها، والاغنيه شغاله بتلقى في ناس مشغلينها، ومثلا
كحماس، فكان شغل بيبنوا جالوس ولا بيبنوا طوب ولا هناك، وانت بتيجي الاغنيه شغاله بتبدا تردد معاه، وهم ما شافوك يوم في حفله. حتى احيانا تقوم شنو، تقول لهم انتوا عارفين الزول اللي بيقول شنو هنا، تقوم تضحك في محلات كده، تقوم تضحك. المهم الحاجه دي ذاتها بتديك دافع بانه انت تواصل في الحاجه دي، عشان لانه انت بقيت تفهم الحاجات اللي ما بيفهمها كل الناس. مثلا انا تجري بتكلم بين صدورهم. ايوه في المجتمع الصغير بتاعك، يعني بتحس بانه فعلا بعد ذاك الناس تبدا تقول لك تيتشر، تبدا بتيجي الغاب كده جديده في حياتك، وتتذكر انه انت كنت بتصفق للناس وما في زول صفق لك. لا لكن انت كنت شايل لك لقب فخيم لحد ياسر البروف ولا شو. هاي لكن لو سجلت، يعني لو نجي للجلد بتاع صاقه اي في نعم وفي الانشاء وفي الـ في الـ في السبيلنج، في اللحظه دي انا بسمع الكلمه دي يعني. تستحق عن جدارة صدقني يعني. دكتور ياسين ايوه دكتور انور، يديك العافيه. انا بريت شويه عشان كده مشيت لبست لبست الجاكيت بتاعي. طيب من طبعا من الحته بتاعت جنوب السودان دي غادتني لكتاب جميل جدا جدا كتبه المرحوم الدكتور عبد الله السريع، اللي هو كان سفير اللي هو كان سفير دولة الكويت في الخرطوم يعني. فمشي اشتغل في قبل ما يبقى سفير اشتغل فترة طويلة جدا في الجنوب، فكتب كتاب جميل جدا جدا اسمه 7 سنوات في جنوب السودان يعني. فأتمنى إن شاء أتمنى إنه الكتاب ده يكون موجود عشان الناس تمشي تقراه وتتعلم منه وكده يعني. فجميل جدا جدا. شاذلي، أنا ما أعرف شاذلي تقريبا، شاذلي موجود؟ شاذلي ظاهر لي هنا ده، بس ظاهر البتاع بتاعه فريزنج الصورة بتاعته. اوكي ننتظر بس. فالكتاب ايوه رجع بيحكي تاني، نعم شاذلي موجود. واصل دكتور ياسين. فالكتاب بيحكي يعني تجربة سرة بتاعت شخص يعني ما سوداني عاش في جنوب السودان هو وأولاده. وكان بي يعني بيتكلم انه كيف انه مشى واحدة من القصص انه مشوا جاب اصطادوا فيل يعني، وجابوا الفيل والخرطوم بتاع الفيل ودارين يفرموا اللحمة بتاعت الخرطوم بتاع الفيل، والمفرمة اتكسرت يعني. وبعد ذاك ولده وعنده ولد نواف اصابته الملاريا في جنوب السودان، وحصل بعد ذاك التمرد، وبعد ذاك اخذوهم مشوا كينيا او سوري مشوا اوغندا. وكانت الحفلة تمشي بالليل وطافية الأضواء والرصاص كان بينهمر عليهم. فكتاب بجد يعني كتاب أنا بعتبره يعني كتاب عن الرحالة يعني، واحد من الرحالة الذين أحبوا السودان يعني. فدكتور عبد الله السريع للأسف يعني ما أخذ التكريم أو الاحتفاء من السودانيين يعني. فجاءت الإنغاز و يعني ما حتى يعني ما راعت مشاعره يعني لما العراق احتلت الكويت وكده يعني. فربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله. واتمنى يوم من الايام انه الناس تحيي ذكرى دكتور عبد الله السريع، لانه برضه ساهم اساهامات كبيره جدا جدا في مجال كره القدم في السودان، وده حيكون محور باقي الساعه بتاعتنا مع استاذ شاذلي. شاذلي مرحبا بك. طيب يا شاذلي، نجي ندخل في بس ننطلق شويه كده. الحوكمه بدت من وين؟ وهي ذات معناها شنو؟ وبدت لدى شاذلي من متين يعني؟ طبعا قصة الحوكمة دي برضو نربطها بالجانب بتاع الخيارات، تنويع الخيارات في سوق العمل وكده، وبعد النضج البسيط اللي حصل للواحد في عمله في البحث العلمي واحتكاكه بالباحثين والدكاترة والأوراق العلمية والأشياء دي، وقرايته برضو لعدد كبير من النظريات الاقتصادية، لأنه كيف ده عمل في سوق العمل، لأنه يعني الاقتصاد في السودان عدد كبير، انا في تخصص فيه تنافس عالي جدا جدا يعني، فاذا ركنت للتخصص ده غالبا بيكون فرصك داخل السودان ضيقه جدا، لانه بيتخرجوا بالالاف سنويا يعني، لكن يجب انه تلقى حل للحته دي، والحل ده دائما دكتور كيو بيقول لنا نوع من خياراتك ومهاراتك، وفي نفس الوقت
أقرب على المدى الطويل. في واحدة من المحاضرات في الجامعة، واحد من الطلاب رفع يدينه وسألني، قال لي يا أستاذ أنتوا بيدرسونا كيف تغتني الأمم، كيف يعني ثروة الأمم وكده نتبنى، وأنتوا كأساتذة ما بنيتوا أي ثروة، هترجعوا هاي باللوري المعروج ذاك بالترحيل ونحن نركب عربات خاصة ونمشي يعني. فمن ديك أنا خلاص قررت أطلع من السودان عشان أمشي، عشان يكون عندي أستاذ وعنده عربية على الأقل يعني. فلما جيت السعودية بدأت في محاسب في مطعم من المطاعم السعودية، لسنه أقرأ السوق السعودي فيه شنو بالضبط يعني. طبعا إقامة اشتريتها بستة ولا 5000 ريال، لأن يعني غالية كانت بالدين. فبدأت بالرؤية بتاعت المملكة، أنه الفرص اللي فيها شنو. طبعا كاقتصادي بتعرف أنه الأموال وين بتمشي، الأولويات شنو بتاعت الرؤية بتاعت البلد اللي انت فيها، اللي هو اللي جيت مجال الترفيه والرياضه وكده وكده. وانا كاكاديمي ادخل بات باب، لقيت الابواب بتاعت الخطط بتاعت تطوير الرياضه والحوكمه والاشياء دي، شايف في كلام كثير عنه. مراقبه اثناء ما انا شغال محاسب في المطعم ده، لانه انا اخترت المطعم برضو لسبب انه بتاكل مجان، بتسكن مجان، بتشرب مويه مجان، ممكن تشرب عصير برضو مجان، ما بتصرف ولا ريال، ما بتحتاج له برضه. ده جانب اقتصادي برضه، انه انت ممكن تعمل هنا، والدليل كده الواحد في سنه رجع يتزوج وكده يعني، رغم بعد الشباكيش الكثيره اللي حصلت ايام هو استاذ. ف بديت انه كيف ادخل في الجانب بتاع الرياضه او جانب الترفيه، فلقيت لي بوابه صغيره كده عن طريق مكتب اسمه رواد الخبره للدراسه للتطوير وللدراسات الاستراتيجية، ماسك أندية رياضية بيطور عمل. فقلت هذا هو المدخل، عن طريق المعارف والشناية. كان في واحد اسمه إبراهيم بيلو من الناس اللي بعرفهم في منطقة القصيم، فعرفني مع مدير جامعة اسمها عنيزة، وهو المكتب، هو المالك المكتب. فأديته السيرة الذاتية بتاعتي، لما شافها كده انا اتفاجأت، قام قال الزول ده بنقبله مستشار، ما شاف السيره الذاتيه بحث علمي وشنو، قال بنقبله عندنا مستشار في الحوكمه. انا اتفاجأت هنا، لكن بدون راتب. ده الخبر الثاني اللي يمكن يكون ما جميل يعني. قلت له المهم انا ما داير راتب، داير حاجه امشي بيها اموري. كان في سياره كده بتاعت اكسن سائقه، اللي هو دي ممكن تكون مصدر دخلي خلاص بدل الراتب. والهدف اللي انا حطيته ككي بي اي كمؤشر، بانه انا اتعلم في المكتب ده بالمجان حوكمه. وكان في استاف من الجامعه بيجي يقعدوا في تخصصات مختلفه، بيجيبوا المعايير بتاعت الحوكمه دي بيحللوها في راسي اسبوعين الاوائل كلها، ما فاهم ولا حاجه، لكن برجع بقرا بالليل كثير في البيت في الموضوع. فالشيء اللي فهمته في الحوكمه انه المنظمة أو الشركة أو النادي بيكون عنده خطة، أو الدولة عنده خطة استراتيجية، لكن لما تدخل عليها الحوكمة بتضبط لك تنفيذ الخطة الاستراتيجية، بتضبط عليك باللوائح والقواعد والمصفوفات بتاعت موازين السلطة، وتنظم لك العلاقة ما بين أصحاب المصلحة تحت من الأونرز اللي هو الملاك والمجلس، مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بتضبط لك العلاقة بقوانين وإجراءات وسياسات. إذن الحوكمة عبارة عن كان تنفيذ الخطة الاستراتيجية دون خلل. وأكثر واحد بيكون قريب لها اللي هو بتاع الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وأخطرهم المراجعة الداخلية. ديلك بيسموهم جي ار سي، جوفرنس ريسك كومبلاينس، المراجعه الداخلي الانترنال اوديت، جوفرنس اللي هو الحوكمه، جوفرنس ريسك اللي هو ريسك مانجمنت اللي هو اداره المخاطر، نعم و السي اللي هو كومبلاينس اللي هو الامتثال. ودي انا فكره كنت انا اثناء ما بطلع في الصحف وبطلع في البي بي سي وبطلع في القنوات،
كنت بسأل نفسي ليه السودان أو أي دولة ما لحقت ببقية الدول في التنمية والنهضة. فالفرضية اللي أنا وضعتها بيني وبين نفسي كان ما في نظام بتاع حوكمة. فدي كان جاوبت لي أسئلة كثيرة اقتصادية يعني في الحتة دي، اتعلمتها كيف الحوكمة دي تنزل في أرض الواقع. كان زمان بسمع من بروفات معروفين ودكاترة زي دكتور قصي حنبور، دكتور اسمه اللي هو ماديبو في مجال الحوكمة، لكن ما عارف انه تنزل في ارض الواقع كيف. كنت بنزلها في ارض الواقع وقعدنا ننفذها في مشاريع. انا كنت بنزلوني للاندية، ودي الحاجة اللي انا كنت دايرها، امشي القط المادة الخام من الاندية واقعد معاهم واجيب للمكتب البيانات وهم بيعالجوها بيحطوها في النظام. ودي اتحت لي فرصه، انا بجي داخل النادي كمستشار، بقابل الرئيس التنفيذي طوالي، رئيس مجلس الاداره هناك. فدي خلتني انا فرصه بالنسبه لي افهم ما بين المكتب والعمل الاستشاري والنضج والجانب الميداني. كنت بقعد مع اي وحده داخل النادي، اي مدرب بقعد معه، انا ما بعرف الرياضه، انا افهم ما بفهم ذات الحارس بيلبس كم والحاجات دي في ناي، بالرغم من خلفيتي كان شويه كده. بديت وواحد فقدني الامل، قال لي ما بتنفع في الرياضه، فبديت ثاني ارجع للرياضه، الامل بدا يجيني، بقيت افهم، بقيت اتابع المباريات، افهم لغتهم. طبعا عندهم لغه خاصه، يمكن الكابتن محمد بشير بشه يكون عارف الكلام ده، مرحب به. فاتعلمت اللغه بتاعتهم، اتعلمت يفكروا كيف، يديروا المشاكل كيف، التكتلات الداخل الانديه كيف، ونحن نضبطهم من جانب اداري كيف. المهم في القصه دي كلها انه انت لو نجحت في الحوكمه بتلقى 5 مليون ريال كل 3 اشهر. اذا كاقتصاد لما نعمل في سوق زي ده معناه ده سوق منتج، سوق مصدر دخل. يعني انت بتوظفت في الحوكمه في المملكه العربيه السعوديه معناتها انت بتدخل 20 مليون للنادي. بالتالي انت بتكون شخص ما سهل. وقبل يومين انا نشرت في صفحتي انه حصلنا على 5 مليون لنادي النصر السعودي، والحمد لله تميت سنه في نادي النصر ودخلت لهم يمكن ما يقارب يعني فوق ال 20 مليون في حوكمات مختلفه يعني داخل النادي وانديه اخرى يعني. فدي كانت الحاجه اللي ربطتني انا بالحوكمه وبالمراجعه الداخليه. اشتغلت مراجع داخلي، ودي للشباب، انت اشتغلت مراجع داخلي انت بيخطوه في كرسي الرئيس التنفيذي وهتشتغل طوال على فكره. اي زول اشتغل مراجع داخلي ممكن يشتغل رئيس تنفيذي، سي او مباشره. اشتغلت في الحوكمه ممكن تكون سي او مباشره، ممكن تدير اي مؤسسه. اي مؤسسه. لانه كل المؤسسه عندك لها في الداشبورد قدامك، كل المؤسسه. كل صغيره وكبيره. هاي. بس دي القصه بتاعت بدايتي مع الحوكمه، بس دي بدايتي. جميل 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 جدا جدا. يعني صراحة يعني أنا أول مرة أفهم الحوكمة بمعنى يعني بمعنى بسيط كده يعني، فوقعت لي تماما جدا. طيب يا شاذلي، الحوكمة دي لو نحن دايرين نمشي نخطها في السودان هتحل لنا مشكلة زي شنو مثلا؟ والله الحوكمة بتحل لك مشكلة الإحدار المالي. يعني الحوكمة ممكن تخسر فيها ملايين، لكن الملايين دي بتساوي 1% من الفساد. هي الفساد المفترض يمشي للفساد، خلاص انت هيكون لك دخل ببساطة. هتضبط لك الجانب المالي، الجانب الإداري، الجانب المؤسسات، الجانب القانوني في النادي، هتضبط لك الجانب بتاع علاقة المرؤوسين مع الرئيس، بتضبط لك الجانب بتاع علاقة العملاء مع المؤسسة، علاقة أصحاب المصلحة مع غيرهم. انا اقول اصحاب المصلحه معناتها الشعب، عندك الجماهير، عندك الناس البرة يعني خارج المؤسسه وداخل المؤسسه. ده شغل بتاع برضه مسؤوليه مجتمعيه بشكل واسع. بتضبط لك برضه الجانب بتاع الاستدامه، لانه عندنا مشكله بتاع الاستدامه حتى على مستوى الانديه. على فكره الحكومه بتعمل لك مشكله الاستدامه ببساطه يعني. وانا اقول لكم الاسرار دي كلها موجوده عندي وجاهز انزلها السودان بالمجان يعني، جاهز يعني. بعد 5 سنوات
في تطبيقها في دول الخليج يعني من الألف للياء. نعم نعم طيب نحن طبعا يا جماعه مستمتعين زي ما انتم كلكم مستمتعين وكذا. يلا بعد ده نحن بنفتح المجال للاسئله. وواحده من الحاجات اللي انا داير اناقش فيها استاذ شاذلي انه يعمل لنا كورس عبر مبادره الباحثين عن الحوكمه يعني. فان شاء الله نحن طبعا اي ضيف بيجينا في مبادره الباحثين ما بنخليه بعد ده خلاص ما بنفكه. فإن شاء الله بإذن الله لو بعد إذن أستاذ شاذلي يعني يعمل لنا كورس كده محترم عن الحوكمة، وإن شاء الله أنا بكون أول طالب في الفصل بتاعه. طيب نعم تفضل. بإذن الله قلت إن شاء الله مرحبا. إن شاء الله الناس يا جماعة معانا في الزوم، يعني أي واحد حاب يشارك أو حاب يتداخل يرفع يده ونديه إن شاء الله الفلور. طيب يا شاذلي، عندنا أخونا طارق مالك. طارق ده طبعا برضه من الناس المشرفين والناس الجميلين جدا جدا في مبادرة الباحثين السودانيين. فهو عنده سؤال بيقول لك: أيهما أفضل، توسيع الخبرات أم التعمق في تخصص معين؟ أيهما أفضل؟ طبعا التعمق في تخصص معين ما بيمنعك من أنه أنت توسع مهارات من تخصصات تانية تساعدك في التعمق في تخصصك. يعني هسه أنا بشوف الأشياء اللي أنا دخلت علي كلها هي عمقتني في تخصصي اللي أنا بحبه. يعني عدتني عدد من الأدوات المختلفة الممكن أبدع في تخصصي. فتخصصك مهندس ممكن تحتاج لكمبيوتر، تحتاج لبي ام بي، تحتاج للشهادات الاخرى المهنيه في مجال الجوده، في مجالات تانية، في مجال الاداره، على سنه تكون مهندس ناجح او انت دكتور، تكون دكتور ناجح تقدر تدير البيزنس بتاع العياده بتاعتك الخاصه، تقدر تدير برضو الاستاف الموجود معاك في المستشفى، تحتاج الادوات دي، تحتاج النماذج المودلز اللي ممكن تحل لك المشاكل الخارج بطون الناس يعني نعم العملية. نعم بس نعم أيوة. بس نعم انا عندي تحيه لاستاذه مها مصطفى، دي سينيور بتاعتي في الشغل. فهي يعني علقت كثير واشادت بالبرنامج، وقالت لك التحيه للوالده لان هي واحده من الناس اللي بيشتغلوا على الاومن امباورمنت، لها التحيه. وهي قالت برضه هتكون معانا في الكورس. طيب برضه عندنا سؤال من ايوه طيب في سؤال من حماد تقريبا اذا انا نطقت الاسم صح، بيقول لك: يا صديقي الشاذلي، رشح لنا كتاب عن الحوكمة. هو الكتب بتاعت الحوكمة عندنا على مستوى الخليج وعلى مستوى السودان. المستوى السودان أفضل كتاب أنا من لاقاني يعني، ويمكن في كتب تانية، له كتابات دكتور حمرور، قصي حمرور، لأنه بيتناول أشياء قريبة للنظام بتاعنا في السودان وقريبة للنظام العالمي، يعني بيجمع ما بين الحياة اللي عندنا في السودان فيها مشاكل والحياة والمجر الحوكم العالمي يعني. بالنسبة لدول الخليج أنا ما أنصح بقراية الكتب بقدر ما أنصح بالشهادات المهنية في المجال، لأنه دي بتوديك للجانب العملي مباشر، يعني بتسلمك طوالي قوالب بتمشي تنفذها طوالي، يعني أنت ما محتاج للمعرفة الكثيرة دي، محتاج فقط للحوكم عشان تساعدك، محتاج تعرف اللوائح والقوانين والأمور الثانية، بالإضافة للاستراتيجيات، كيف تفهم خطة استراتيجية ومؤشرات الأداء والأشياء المعروفة اللي عندها علاقة بالجانب الإداري ده. لكن الحوكمة لا تقرأ، هي أنا أشوف أنه هي تنفذ وتطبق يعني. نعم طيب علاقة الحوكمة بالمخاطر أستاذ شاذلي، واحد من الأسئلة اللي وردت لنا عبر الفيسبوك. والله هي تعريف الحوكمة أنه هي تقلل من المخاطر وتعمل تحسين لإدارة المخاطر، والحاجة دي على فكرة عرفني بها وأنا قبل ما أجي السعودية بسمع من خالنا، كان هو خبير أممي اسمه محمد جاري، أنا حسن جاري اسمه، حسن جاري، هو اشتغل في مجال إدارة المخاطر، وفي نفس الوقت ألف كتاب موجود في أمازون في إدارة المخاطر، وكنت أجلس معاه فترات ساعات طويلة جدا بيكلمنا عن الحاجة دي، وما كان بيكلمني عشان انا يوم من الايام اجي اشتغل فيها كمدير بتاع اداره مخاطر، لا لا، وكان بيكلمني بيها عشان ادير بيها مخاطر حياتي اليوميه.
فالحوكمة هي استدامة للجانب بتاع جانب تحقيق الأهداف، جانب بتاع استمرارية المنظمة. وبالتالي عشان أنت تعمل استمرارية واستدامة يجب أن تعمل نظام بتاع ريسك مانجمنت صحيح، نظام بتاع إدارة مخاطر صحيح. إذا في 3 جمل: حوكمة، استدامة، إدارة مخاطر. الثلاثة دي مع بعض هم بيشكلوا لك استدامة المؤسسة بتاعتك وتحقيق أهدافها بشكل فعال. نعم هي بتزيد طيب الأرباح على فكرة، إدارة المخاطر بتزيد الأرباح. نعم لأن كل ما كان طيب مخاطرك بسيطة كان أرباحك بتزيد. نعم. ايوه ما شاء الله، يعني شايف الازيله بقت كثيره، يعني لانه المجال بجد يعني مجال جميل ومجال خصب، واي حاجه نحن بتقلل لنا او حاجه بتكون هي ريميدي او علاج لمشكله الفساد عندنا في السودان، فدي نحن نرحب بيها وبندعمها، وان شاء الله ننشرها عبر استاذ شازل وجميع الخبراء في هذا المجال. طيب عندنا دكتوره شاهيناز عبد الرحمن، لها كل التحيه. دكتوره شاهيناز بتقول الحوكمه والمراقبه الاداريه العلاقه والفروقات بينهم، لاحظت في السعوديه، هي اشتغلت في واحده من الجامعات السعوديه كانت محاضره، لاحظت في السعوديه في الجامعات مربوطه كثير ببعض لدرجه المصطلح مترادف، صح ام خطا؟ اللي هو الحكمة والمراقبة كويس. هي الإدارية، لاحظت شنو؟ معلش الملاحظة الأخيرة اللي لاحظتها هي لاحظت إنه المتشابهات الحوكمة والمراقبة الإدارية، يعني حتى إنه يكاد إنه بيستعملوا المصطلحين لحاجة واحدة يعني. والله أول حاجة شاكر للدكتورة، ونتمنى إنه يعني مستقبلا نستفيد منها كثير. يعني إحنا بنتكلم عن الرقابة الداخلية، نظام الرقابة الداخلية هي هو ده النظام بتاع المراجعة الداخلية. المراجعة الداخلية هي عبارة عن خطوط دفاع، من ضمن خطوط الدفاع دي بتلقى الحوكمة ذاتها. ما هو لما تدخل المباراة عندك أول خط دفاع السنتر، المهاجمين ميسي ده لو رونالدو لما يتعدى لك يتعدوا من السنتر ويمشوا بعد ذاك الدفاع ده الخط الثاني. الدفاع الاول اللي هو مجلس الاداره والاداره التنفيذيه. خط الدفاع الثاني نعم اللي هو الباكات والجناحات والحاجات دي الريسك مانجمنت والحوكمه والجوده والحاجات دي كلها، دي انت تخطيتها بتمشي طوالي للحارس. الحارس ده هو السي اي اي او الرقابه الداخليه او المراجعه الداخليه. اتعديته بيجيك بيتدخل الرقابه الخارجيه من بره. بعد ذلك يتدخل الجماهير ولا يتدخل الدوله، تتدخل الحاجات دي. دي خطط الدفاع اللي بتوريك انه موقع الحوكمه وين، اللي هو موجود في خط الدفاع الثاني. بالتالي هي مكمله لبعض. نعم اذا نقول المراقبه الداخليه اول مراجعه الداخليه او نظام الرقابه الداخليه، طبعا كثير فيه جانب مالي فيه جانب اداري. الحوكمه في الجانب الاداري بتاعها، وجانب المالي اللي هو المراجعه الداخليه للتدقيق المالي. يعني هي صدقت على فكره، بس انا ربطت النموذج، بس نعم هي انا ربطت انه الموديل بس عملت له ربط. نعم طيب يا شاذلي، الحوكمة يعني عندنا كمادة أكاديمية يعني في الجامعات السودانية، وصلت لحد وين يعني؟ والله هي وصلت لحد الجانب النظري فيها. اي ممكن تسمع شفافيه ومساعده وشنو ما عارف الكلام الكثير ده، لكن لو جيت تنزلها في ارض الواقع هي عباره عن كولكشن بتاع عدد من التخصصات على فكره، عشان كده ما في زول بيتخرج ليه حوكمه. في حين انه نحن اكثر ناس، في حين انه السودان اكثر بلد محتاجه للحوكمه العمليه، ما الحوكمه النظريه. لانه نظريا انا متاكد في ناس افضل مني، ممكن لو جيت اتكلم وانا ذاتي اعمل كده بتخلع. نعم لكن انا فهمتها بسرعه لانه كان بشتغل من خلال عدد من التخصصات في جلسه واحده بتاعت عصف ذهني. وبعد ذاك نحول الكلام الى وثائق، ننتج وثائق في نهايه الجلسه بتوريك انه جاوبت على كل الفرضيات معالجه البيانات اللي عندك. نعم أنا ذاتي لو كنت درستها من الأول جانب نظري ما كان اتخصصت فيها وكان كرهتها ذاتي أصلا.
طيب أين يقف الآن شاذلي من البحوث الأكاديمية؟ والله البحوث الأكاديمية طبعا أنا كنت أكتب مع بين إدارة النزاعات في السودان، فعشان دائما بركز على الطلاب والشباب، وتاني عندي بحث شغال عليه برضه في مجال التنمية المستدامة وعلاقتها بالحوكمة، دي شغال عليها. أنا من الناس اللي بخاف أنه أخرج لي أي ورقة علمية بعد شفته في عمالة البحث العلمي الأحمر الكثير اللي بيكبوا المحكمين ده. وبالتالي يعني أصبت بحاجة اسمها المثالية، وأنصح بها أي طالب ده يكتب بحث ما تكون مثالية، أكتبه بالكمونية بتاعته كلها وفكه، بعد ده خليه يجيك راجع بالأحمر مشرط فكه فيك. أنا الآن بعاني من المرض بتاع المثالية ده. والله كلنا من عاني منها. يعني انا عندي المشرف بتاعي يعني صعب جدا جدا، يعني كل ما كتبت له حاجه لازم ارجعها، يعني فاهمين، برسل له بيكم منياتك زي ما انت قلت. كذلك والله نحن صراحه يعني مستمتعين جدا جدا زي ما قلت لك، والناس كلهم في الفيسبوك، يعني عندك زملائك شباب يعني زاملوك في النادي بتاع اللغه الانجليزيه، في يتعلموا منك طلبتك، فيعني حلقة جميلة جدا جدا ممتعة. لكن احنا قبل ما نطلع، انا عايز ارجعك للحتة بتاعت بيع الجرايد يا شاذلي. لو رجع لك الزمن وانت مصطحب بس على الحوكمة ومصطحب كل التجارب الثروة دي، ويعني يعني الشغل ده كنت هتعمله كيف يعني؟ بالحاجات دي كلها بالنسبة لبيع الجرايد، والله كنت كان بعمل مؤسسة اسمها مؤسسة بيع الجرايد، وبشوف أي طالب بيعاني من جانب بتاع مصدر دخل بدخله في المؤسسة دي، نعم لأنه المؤسسة دي بتختلف من بيع الأكياس، لأنه مهما كان العقل يوم من الأيام بيسجل الصور الكثيرة اللي بيشوفها في الجرايد دي، بيسجلها ودي سجلتها فيني، خلتني أكتب في الصحف على فكرة. كان انا بشوف اثناء وانا ببيع في الجرائد بشوف ده جايبينه في الجريده كيف وده كيف، المهم بنسى الموضوع وبواصل لغايه ما كتبت اول مقال ونشر، لغايه ما وصل ل 150 مقال منشور. يعني اذا انا اتعلمت وانا شغال في الجرائد كيف اكتب المقالات الصحفيه والاعلاميه، ودي مهاره اخذتها وانا ماشي في الشارع بالمجانة، لأنه لو كنت أشتري الصحف دي كلها بكون شهر قريب 15 نوع من الصحف السياسية والاجتماعية والنبض الكاريكاتير والدار والصحف الاجتماعية الرياضية كلها، وبعرف كل اللاعبين والأخبار دي كلها كانت مجانية، اتخيل الكلام ده. فكده بتعمل مؤسسة بتحل بها المشاكل دي بتاعت الطلاب عشان يواصل هو أكاديمي يشتغل في شغل أكاديمي، خلاص بيلقى كتابات بيفتح شاي. يعطيك العافية. كلام جميل جدا جدا. طيب انا من نفسي من الثيم اللي طلعت بيه من الونسه دي كلها شاذلي، انه انت ما قاعد تضيع فرصه. برغباتي ولا كيف؟ برغماتي بس بالضبط كده، ايوه. طبعا الكلمة دي أول واحدة علمني لها واحد اسمه محمد أبا، ربنا يديه الصحة نعم والعافية، مهندس البرغماتي دي كان كثير بسمعه منه. أكيد فهمت لاحقا أنه هي بس الكويسة أنه أنت ما بتضر الآخرين، يعني هي ايوه وين من هاي. ايوه هي براغماتيك اللي هي انك انت بتستفيد من الوضع اللي انت فيه. يعني مثلا حتى في الريسيرش، في براغماتيك ريسيرش ميثودز، اللي هي انك انت بتشوف الداتا اللي عندك اللي قدامك يعني، وبتبني عليها الكيس بتاعك وبتحلله وبتطلع النتائج يعني. فكلمة براغماتيك ابدا هي ما كلمة سلبية ولا كلمة شينة يعني، فهي كلمة الاستفادة من الفرص المتاحة يعني. يا سلام فعلا، يعني انا طبعا ما كنت عارف معناها بالعمق ده، لكن بعد ذاك كانت يعني اسمع كثير وحاولت ابحث فيها وكده. يا سلام.
انا صراحه بحب البراغماتيه، وانا شخص براغماتي يعني بفتخر بها يعني، بالعكس يعني ما حاجه. فاصير احنا مستفيدين، اصير احنا مستفيدين بالشيء المتاح عندنا في مبادره الباحثين، مستفيدين من الزمن اللي بدونا له الاكاديميين والخبراء زيكم، فنجم ننقل المعرفه دي لناس ثانيين يستفيدوا منها يعني، برغم الظروف الصعبه ورغم النزوح ورغم الشتات ورغم القهر والموت. فالناس يعني بعض الناس بيستفيدوا من الفرص يعني. فانا بالنسبه لي انا شايف انه دي حلقه جميله جدا جدا يعني، استاذ شاذلي مثال للشخص اللي بيستفيد من اي فرصه قدامه يعني، انه ما يعني كان ممكن تتقيف، كان ممكن تجيف بدري جدا جدا يعني، من انت المتوسطه اللي جبت 141 دي كان خلاص ممكن تجيف وتمشي تقول يا اخي انا حواصل حياتي في بيع الجرايد، وبعد ذاك من بيع الجرايد ممكن تلقى لك طبليه، وممكن بعد ذاك تمشي يعني الحاجات. لكن انت كان عندك هدف، وممكن الهدف ده انت تكون بينك وبين نفسك يعني ما شايفه، لكن انت كان عندك في حاجه من جوه كده بيتغلغلك وبتقول لك يا شاذلي اطلع اطلع اطلع. وزي ما قال واحدة وقالت واحدة في الفيسبوك دعاء الوالدة يعني، فالسبورت اللي انت جيته من الوالدة ربنا يديها الصحة والعافية والوالد، فدي حاجة يعني جديرة بالبحث وجديرة بالاهتمام وجديرة بنستلهم منها يعني، يعني انه شخص يعني يعني طلع من أسرة بسيطة جدا، أسرة مكافحة، وصل للحاجة اللي وصل فيها دي يعني. أنا شخصيا بحتز بالحاجة دي، لأن أنا برضو والدي كان الله يرحمه مزارع يعني في مشروع الجزيرة، وكان يعني بيمشي بيفلح الأرض وبيبذر البذور وبينتظر يعني بينتظر المطر والغيث. والحمد لله احنا طلعنا، الواحد طلع من البيئة دي وطلع إنسان معافى، إنسان يعني بيحب الخير للجميع يعني. ف دائما الحاجات دي بتشكل الإنسان الجميل يعني. فسعيدين جدا يا شاذلي بالحلقه دي معاك، وانا حديك ال10 دقائق دي توجه اي رساله انت عايز توجهها للناس اللي معانا هنا في الفيسبوك، والاحتفال جميل المحتفين بيك يعني. بعدين لما تقعد ترتاح شويه كده وترجع للصفحه هتلقى فيها يعني كلام يعني بيشبهك يعني، واكاد اقول انه ما بوفي الحاجه اللي انت بتعمل فيها، وربنا يحفظك ويديك الصحه والعافيه يعني. والله اول حاجه انا في 3 حاجات حبيت يمكن لو في 10 دقائق او 5 دقائق اسويها، اللي هو واحده من النقاط اللي هو ايام الثانويه. انت لما يقبلوك في الثانوي وانت طالع المحطه كده بتلقى الناس اللي معاك اللي انتقلوا للثانويه بيلبسوا ازهى ما عندهم من ملابس، وفي مرحله المراهقه معناتها اي واحد بيحاول يلفت انتباه الحسنوات من الطالبات يعني في المحطه وكده. فهنا في درس كان اتعلمته من الوالده انه انا بطلع بالجفه بتاعت الكسره، وانا جديد في وانا مراهق يعني بالجفه بتاعت الكسره واجري ورا المواصلات وكده. وهنا في اللحظه لانه كان بتلقى المرحله دي انت تحاول تبرز فيها يعني تلفت فيها انتباه الاخرين، بالاخص في مراهقه بتلفت فيها الجنس الاخر. فالحاجه دي انا فقدتها يعني ما اعرف ارجع لها كيف، لكن برضه شكلي ما كان جاذب لاي سبب من الاسباب يعني. فدي النقطة. النقطتين التانيات لو اديت فرصة للدكتور شايف اسمه محمد عيد كليس رافر الدينو من جبيل، هو واحد من الناس اللي ألهمونا في جامعة جوبا. جدا دكتور محمد اتفضل. دكتور محمد، دكتور انور موجود انت معانا؟ ايوه نعم موجود ومستمتع وبتعلم ومبسوط جدا جدا. تمام، عشان انا ما قادر ادي. اتفضل يا دكتور محمد. طيب السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ أول شيء نشكر القائمين على أمر المنصة بتاع الباحثين السودانيين، ومقدمتهم دكتور أنور تحياتنا لك كثير جدا. ونشكر حقيقة احنا استمتعنا أشد استمتاع بهذه الليلة يعني من ليالي الخميس، ويعني ودكتور شاذلي طابينا يعني طوفان طويل جدا جدا، ورجعنا لأيام خوالي. يعني أنا طبعا سينيور بالنسبة
دكتور الشاذ، الحين عاصرنا في جامعة واحدة، يعني جامعة زي جامعة جوبا. احنا نعتبر جامعة بتقدم هوبس يعني لآلاف من يعني من النماذج المشرفة جدا في يعني بين البلدين، زي ما انت تفضلت يا دكتور ياسين، انه يعني زي ما كتب دكتور عبد الله السريع 7 سنوات في جنوب السودان، لكن احنا نعتبر احنا قضينا يمكن يعني حتى الآن سنوات، ونحن يعني أصبحنا يعني شعبين أو نقول دولتين في وجدان شعبي واحد يعني. فنعتقد إنه دكتور شاذ العمر يعني بيمثل لنا جسر من هذا التواصل الذي لا ينقطع يعني بين البلدين حقيقة، ودي حاجة جميلة جدا جدا. وبنهدي هذه الحلقات والله بالنيابة عنكم لكل الشباب، يعني لأنهم بيحتاجوا لمثل هذه يعني الانسبريشنال سبيتش، يعني عشان يقدروا ياخذوا خطوه، خاصه احنا بلادنا الان تمر بمنعطفات يعني فيها كثير جدا جدا من الريسك وفيه من الفرستريشنز بالنسبه للشباب. لكن بس انه ما دام الشاذلي في كان، احنا نفتكر انه بقيه الالاف وملايين شبابنا السودانيين هم قادرين كمان يعني ياخذوا خطوه في ذلك يعني. فعشان كده انا ما كان عندي حقيقه سؤال غير انه احنا الواحد يعني يشارك هذه الأمسية الطيبة بهذه الكلمات اللي ألهمنا بها يعني من قبل يعني زميلنا وإنجنييرنا أستاذ الشاذلي، وكمان أنتم الباحثين يعني جمعتوا كثير من الطيف يعني في هذه الونسة على درب النجاح. فدي مبادرة جميلة جدا، ونشكر فيها القائمين، ونشكر كمان كل الزملاء في جنوب السودان وفي شمال السودان في جامعة جوب وفي كل الجامعات السودانية الأخرى، وشكرا جزيلا. شهادة عظيمة من أساتذة كانوا ملهمين بالنسبة لنا، والواحد يعني بيكتبها للتاريخ، وبتكون دافع أنه الواحد يواصل يعني. ودي حزيت معناتها ساعات السهر تاني بالمستقبل يعني، فدي مسؤولية نعم كبيرة. شكرا لهم كثير يعني دكتور محمد عيد كليس، هو خبير العلوم السياسية كان في نعم جامعة السعودية حاليا. نعم أنا باخذ بس حاجة أخيرة من الفيسبوك وبعدك برجع لك يا شاذ لي عشان تدينا كلمة أخيرة. واحد أخونا هيثم سليمان بيقول الأخ والزميل الشاذ لي مثال للعصامية وشخص جميل وفيه حس فكاهة، ودي من أهم ميزة بيكسر كل الصعاب. تسلم، ومتوقع منك المزيد من النجاح، معناها مزيد من السهر، مزيد من أيوة. العصامية، ومزيد من نعم الأمانة. نعم 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 أستاذ هيثم، برضو قصته جزء من القصص الجميلة الملهمة اللي شاهدناها أمامنا. وسافر معي في طائرة واحدة لجوبا، عملنا معاينات مساعدين تدريس في جوبا، الآن هو في المجر يعمل الدكتوراه في مجال تخصصه في العلوم التطبيقية. فتحياتنا له وتحياتنا للدكتور جمال ولكل الزملاء اللي زاملونا في نفس المرحلة يعني في جامعة جوبا. كلمة أخيرة شاذلي. والله الكلمة، والله أنا قبل الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة وين يا زول؟ أنت في حاجات مهمة جدا الناس ما عارفين عنك يا شاذلي، أنت زول عظيم عظيم عظيم. يعني قال ذا موست فولود بيرسون في السوشيال ميديا دي كلها كان كريستيانو رونالدو. قام جوناس الانستجرام غاره، قام عملوا أكاونت بتاعهم وقام خدتوا الرقم الدايرين زي ما قالوا ولا دي معمول. فكده يا اخي بس قول لنا حاجه بسيطه عن الصوره دي عشان بس الناس يكون عندها برسبكتيف، تعرف انت تشازلي دي جاي من وين واسي من وين. كده قول لنا حاجه عن الصوره دي، ده من البروفايل بتاعك يا شازلي في الفيسبوك. والله يعني اتمنيت كنت يعني اعرف كريستيانو قبل ما اجي اقابله، لانه ما كان دي زمن الاكاديميات انه ادخل برضه في متابعه الدوري الانجليزي. الصوره دي طبعا حسب عملنا في الحوكمه والمراجعه الداخليه، عندنا حاجه اسمها التواصل مع اصحاب المصلحه وتوعيتهم بالخطه بتاعت النادي واللوائح بتاعت النادي باستمرار. ورونالدو من الفريق الاول، هو جزء من اصحاب المصلحه في الفريق الاول، وهو كابتن. انا حاولت طبعا اتصور معاه، في قصه جميله طبعا لما جانا شايف الدنيا كلها ذات اتصور معاه، لما مشينا نتصور معاه رفضوا لنا طبعا، حتى جزء من الزملاء حتى الان ما يتصوروا معاه.
فاحنا في اداره الحوكمه استخدمنا الادوات بتاعت الحوكمه بتاعتنا، وقدمت محاضرتي وهو كان جالس عن الخطه الاستراتيجيه الحديثه لنادي النصر، واضفنا لها هدف جديد اسمه الانتشار الدولي. اول ما بدا البرنامج بتاع رونالدو انه يجينا وكده، اضفنا طوالي تحديث للخطه الجديده بتاعت نادي النصر السعودي. وكان بعد المحاضره كان هو يعني انا فاجأني انه كان منبسط جدا جدا، وحتى سالني قال لي انت الحاجه دي بتسويها لكل الانديه؟ فكنا بنتناول اطراف الحديث. دي المحاضره الاولى. المحاضره الثانيه اللي هو بعد ذاك منحني التيشيرت بتاعه ممضي، وفيه برضه عدد من الكلمات الجميله انه يعني واصل بنفس الطريقه دي. وكان قصه كفاحه هو قريبا من قصتنا على فكره رونالدو. فدي يمكن قصه الصوره اللي بتوريك انه يعني دقائق، في ناس كده بيكونوا دارين رونالدو يجي مره يوز جنب الشارع جنب القريه بتاعت ما عارف منو في دوله ثانيه. انت كنت بتحاضر المحاضره دي لمده كم يعني انت ورونالدو كده فيس تو فيس؟ والله هي محاضرتين، وحضرها واحد معانا موجود هسه في الزوم على فكره، اسمه استاذ اها الجنيد. استاذ الجنيد موجود هسه معاكم في الروم. نعم فبجد هي كانت يعني نحن بنسويها بشكل طبيعي، لكن كونه بتحاضر واحد من شكلونا تاريخ كرة القدم في العصر الحديث أو أساطير كرة القدم اللي بنشوفه ماشي أمامنا، ده كان دافع بأنه الواحد يرجع يعيد صياغة كتابة أهدافه في الحياة ويرفع من مؤشرات الأداء بتاعته من جديد. ومتأكد كل واحد فينا من الشباب ممكن يعمل الحاجة دي إذا خدت مؤشرات أداء واهتم بها، بيلقى في المحطات بتاعت رونالدو بعد المحطة التالية بيلقى مع بعض رونالدو، بيلقى نعم يعني بيلاقوك في المحطات وأنت ماشي. نعم فدي ده الاختصار بتاع أنا أعتقد إنه يعني ده عظيم ممكن يكون أفضل ملخص، لأنه يعني الزول الزمان ده كان قالوا لي ما بتعرف تعمل كورة، ما بتعرف تلعب كورة، وأنت ما بتنفع في أي شيء. ده بالضبط، الانتفاع. الزول ده الزول ده بيحاضر كده يعني ده البل البل. قلت لك قال الله ترجع يديك تقول العافية، لي. والله فخورين بك جدا يا شاذلي، فخورين بك جدا نعم جدا جدا يعني، شكرا جزيلا لك يعني، شكرا على كل شيء. بارك الله فيكم. ايوه طيب، كانت أمسية جميلة جدا جدا يعني، احنا على مدار الساعتين ما حسينا بالوقت والله، لو ما خوفنا انه يعني الوقت يسرقنا فكان جلسنا معاك الساعات والساعات الطوال اخي شاذلي. اتعرفنا يعني طفنا معاك من يعني بمناطق جميلة جدا جدا يعني، مناطق في الخرطوم، عشيش فلاتة، بايعي جرايد، مدرسة الامتداد الثانوية، أستاذ أمير، فصول اتحاد المعلمين، الصندوق اللي انت الوالدة ربنا يديها الصحة والعافية يعني دعمتك بيه عشان تدرس، وبعد ذاك بيع الكسرى، بعد ذاك اشتغلت حارس أمن في شركة الهدف، وبعد ذاك اتقابلت مع شخص جميل اللي هو بروف جمعة كوندا، ويعني الشاذلي الرجل الذي يستفيد من أي فرصة متاحة. أكتب الشعر وأرسم وأخدم أقدس مكان، والوطن عشق عمري والله المستعان، والتحدي نديمي من قديم الزمان، والتجارب نصيبي والحياة امتحان، صهوة الليل هاجس ولنهاري حصان، وبين أمسي وباكي الريشتين وبنان، وأمطرتني سحابة في نداها حنان، وغردت لي حمامة فرعها خيزران، وصارت العشر عندي من عجيب ثمان. شكرا جزيلا، شكرا شاذلي، شكرا منصة الباحثين السودانيين، وإلى أن نلتقي الأسبوع القادم مع ضيف جديد في ونسة على دروب النجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام. يا دكتور ياسين.